المشاهدين وما كنتم عم تتابعونا، الاسبوع التاسع من دوري الفا رح ينطلق بعد لحظات بمباراه الانصار والراسنج اللي رح تقام مؤخرا على ملعب بيروت البلدي، ملعب بيروت البلدي يلي عاد لاستقبال المباريات بعد ما كان جاهز بالفتره الماضيه. اليوم الانصار رح يحاول يستعيد الصداره طبعا كون مباراته مع الاخاء ما استكملت ورح تنعاد، بالتالي هو حاليا عنده مباراه. الكابتن حسن ايوب اهلا وسهلا فيك. اليوم الانصار فرصه ذهبيه ليعود ويستعد زمام المبادره بالدوري امام خصم صعب الراسنج بقياده موسى حجاج. يسعد مساكم ومساء جميع المشاهدين. لا شك انه المباراه مهمه للانصار، كانه الانصار بتطور مستمر علما انه عنده مشكله دفاعيه بده يعالجها واشرنا لهذا الشيء من بدايه الدوري. اما الراسنج فريق عم بيقدم عروض جيده، نتائجه ما عم تكون ايجابيه بمستوى عروضه، ممكن امام الانصار انه يعمل اداء جيد وممكن انه يعمل نتيجه جيده اذا استغل الضعف او الثغره الدفاعيه بالانصار. اليوم عوده انس ابو صالح ممكن انه تعمل اضافه على الحاج حسن مكان حسن مغنيه، لانه حسن مغنيه يمكن اخطا ببعض الكرات وتسبب بعض الاهداف، فارتقى المدرب زوران باسيتش انه يشرك على الحاج حسن. كيف بتشوف هذا؟ كيف تقرا هذا التكتيك؟ يعني منه مقياس اذا بيخطئ الحارس او اي لاعب بمباراه انه نستبدله، بكون عم يعمل مداوره او عم بيحفز حسن مغنيه من جهه لحتى انه يرجع يستعيد جوزيته او يرجع يركز اكثر، بيشرك عليه الحاج حسن واكيد عنده ثقه فيه. بعشر ثواني كيف تتوقع الشوط الاول لانه الفريقين صاروا جاهزين؟ دائما المباريات اللي هيك الفريق اللي بيسعى لانه يتصدر بده يحاول انه يسجل، مباراة بعتقد انه فيها تسجيل الاهداف علما بالشوط الاول؟ بالشوط الاول علما انه راسنج منضبط كثير وبيلعب هجمه مرتده سريعه. اذا مشاهدينا المباراه انطلقت تقريبا، فاتوا الفريقين على ارض الملعب، بتمنى نشوف شوط اول ممتع بين الانصار والراسنج. ننتقل سريعا الى ملعب بيروت البلدي وتعليق محمود ترحيني والي اسيس. تحية رياضية لكم مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا اليوم، انطلاق الجولة التاسعة من بطولة ألفا لكرة القدم. طبعا هذه الجولة كانت انطلقت من وقت قليل بمباراة الاجتماعي والنبشيت، عم تستكمل اليوم على ملعب بيروت البلدي، هالملعب يلي عم يستضيف وحدة من المباريات القوية جدا. الأنصار عم يستضيف الراسنج بوحدة من المباريات يلي من المتوقع انه تكون مثيرة ما بين الطرفين. طبعا كلنا بنعرف انه الأنصار كانت أوقفت مباراته أمام الإخاء الأهلي علي يلي كانت أوقفت بداية 65 ما استكملت المباراة. كل هيدي التفاصيل على فكرة وأيضا مشاركة ربيع عطايا بمباراة اليوم، كل هيدي التفاصيل بتتابعوها عبر موقعنا على الجديد سبورت، فيكن تتابعوا كل شيء عم يحصل من ناحية قانونية مشاركة ربيع عطايا بلقاء اليوم. على كل الأحوال سريعا رح نروح لتشكيلة الأنصار بمباراة اليوم. طبعا تغيير بتشكيل تغيير بحراسه مرمى الانصار، علي الحاج حسن الحارس الاحتياطي هو عم بيكون الحارس الاساسي بتشكيلته اليوم، لزوران بيسيتش، محمد كرحاني، معتز بالله الجنادي، انس ابو صالح، نصار نصار، حيدر الرباعي الدفاعي اللي اعتدنا عليه يكون موجود مع الانصار، عمر عويضه مع عوده عمر عويضه لتشكيل الانصار والى جنبه موجود علي الاتات، محمد عطلو عم بيكون خلف المهاجمين، علاء البابا على الطرف الايسر، ربيع عطايا على الطرف الايمن، وكريس تريمي عم بيكون موجود بقلب الهجوم، حسن مغنيه على مقعد الاحتياط بالاضافه الى شبريكو، حمزه عبود، برونو البرازيلي، محمود الزغبي، بلال نجدي ومحمود الكجوك. هيدي هي تشكيله الانصار، تشكيلته لزوران بيسيتش يلي بده يواجه اليوم المدرب موسى حجاج وفريق الراسنج صاحب التسع نقاط بالبطوله سندباد الكره اللبنانيه. بحراسه على مرمى المظاهر امامكم على الشاشه محمد سانتينا، عباس عوض لاعب الانصار السابق على الظهير الايسر، اندري فيتيلارو اللاعب الروماني، محمد صادق وحسين سيد ايضا لاعب انصار سابق، سيرج سعيد، غازي حنيني، ثنائي الارتكاز بخط الوسط محمد جعفر، ديوغو دي اندرادي البرازيلي وعدنان ملحم، وامام كايرو دي اندرادي. 4-2-3-1 استراتيجية المعتمدة من المدرب موسى حجاج. اما خط البدلاء محمد حجازي، محمود كجوك، هيثم عطوي، مصطفى حسن، علي عثمان، غازي ابيسي وحسن عمار. طبعا اليوم المدرب موسى حجاج وفريق راسنج لا يحتمل ابدا الخساره بمباراه اليوم، وخاصه انه فريق راسنج كان حقق فقط انتصارين، هو على حساب طرابلس بهدفين مقابل لا شيء، وايضا على حساب الاجتماعي يعني على الفرق الطرابلسيه ايضا بنتيجه انما بنتيجه 1-0. الطاقم التحكيمي راح يقود مباراه اليوم الحكم الرئيسي محمد درويش، الحكم المساعد الاول هشام انصو، والحكم المساعد الثاني بلال الزين، والحكم الرابع هو حسن سلمان. طبعا نامل انه نشوف مباراه كبيره ما بين الطرفين. ملعب بيروت البلدي عاد الى الواجهه من جديد، يا ما طالب جمهور الانصار على انه
ملعب بيروت البلدي يكون جاهز لإقامة المباريات لحضور الجمهور وقرب المسافة. كلنا بنعرف أنه هيدا الملعب هو معقل الأنصاريين، هو ملعب البطولات، هو الملعب يلي بتفائل فيه الأنصاريين. هيدا هو فريق الأنصار عم يتوجه إلى جمهوره لإلقاء التحية على الجمهور الأخضر بمواجهة المنصة الرئيسية. طبعا واضح أمامنا هناك العلم، أكبر أعلام الموجودة في لبنان، 130 متر علم الأنصار عم بلف مدرجات المواجهة للمنصة الرئيسية. الرسنج اليوم باللباس الأزرق، سندباد الكرة اللبنانية بمواجهة الزعيم الأخضر، زعيم الأندية اللبنانية يلي أحرز 13 بطولة دوري. إذا لحظة انطلاق المباراة، كرة بتتحرك من وسط الملعب، كرة أنصارية مع عودة عمر عويضة، بيلعب كرة أمامية للأمام سريعا الأنصار رح ينطلق إلى الهجوم. لا شك أنه الأنصار بده يحاول يهاجم من بداية اللقاء بالوقت محمد شحفر، يعني تشكيلته لموسى حجاج أبدا لا يستهان فيها بوجود سير سعيد يلي بينطلق على الجهة اليمنى، بيتقدم سيرج بيلعب كرة أمامية، إنما الدفاعات الأنصارية موجود تحديدا محمد قرحاني يلي عم يعمل التغطية الدفاعية، وهيدي تسديدة من بداية اللقاء، إنما تسديدة عم تكون ضعيفة جدا من دياغو البرازيلي، تسديدته عم يقوم بمنتهى السهوله باتجاه مرمى علي الحش حسن. اول مشاركه لعلي الحش حسن كاساسي بتشكيله فريق الانصار. حسن مغنيه موجود على مقعد الاحتياط، هذا هو زوران بيسيتش الصربي اللي بعد ما خسر من وقت ما استلم تدريب الانصار. طبعا الانصار كان تلقى خساره امام السلام زغرتا، خسارة كانت تاريخية للأنصار بنتيجة 2-5. هيدي أولى مباريات الأنصار، وهيدي أول هجمة أنصارية، وهيدي انطلاقة كريستريمي بيلتف حول نفسه بعيد الكرة الخلفية، هي تسديدته لعمر عويضة، إنما تسديدة عم تكون ضعيفة من عمر عويضة، سهلة للدفاعات الراسنجوية بالوقت. محمد شعفر بيخسر الكرة، ربيع عطايا بيحاول المرور. الحديث كان كثير بالآونة الأخيرة وبالساحات الأخيرة حول مشاركة ربيع عطايا وقانونية مشاركته حسب المادة الرابعة، حسب النادي الرابع من النظام العام للمسابقات الرسمية تجيز لربيع عطايا المشاركة بلقاء اليوم. كنت ذكرت بالبداية عم شوف الإعادة مرة جديدة هالخطأ، كنت ذكرت بالبداية على أنه كل الأخبار المتعلقة بهالأمر فيكم تتابعوها عبر موقعنا الجديد سبورت. هذا هو المدرب موسى حجاج، طبعا اسم موسى حجاج نعرف بفريق النجمة وتحديدا من عام 1993، وأصبح هو ملهم النجمويين، وياما هناك كانت مواجهات بينه وبين غريمه التقليدي، إنما اليوم موسى حجاج هو مدرب الرسنج، ممكن نشوفه مدرب أي فريق آخر. يعني كرة القدم ممكن توضع الشخص بأي مكان، كانت وضعت موسى حجاج كمدرب للنجم، ومن ثم كان درب فريق الرسنج، وأيضا كان أعاد كان رجع ودرب الرسنج مع بداية هالموسم. بحديث خاص بيني وبين موسى حجاج قبل بداية هاللقاء كان عم بقول انه فريقه ما عم يتوفق، فريقه عم يلعب كرة قدم حديثي، وايضا عم يوصل عم يضغط عم بيحاول انه يسجل الاهداف، انما التوفيق هو الاهم بعالم كرة القدم. انتصارين فقط لموسى حجاج بالبطولة مثل ما ذكرت على حساب طرابلس 2-0 على حساب الاجتماع، هذا خطأ بدفاع الانصار وتحديدا من معتز باللهجي نادي انطلاقة، عم بتكون للبرازيلي دياغو، ممكن يلعب الكرة العرضية، بيلعب كرة العرضية خطيرة المحاولة، ممكن التسديدة وهناك رأي التسلل. بده ينتبه دفاع الانصار، بده ينتبه معتز باللهجي نادي، إلى جنبه أنس أبو صالح قلبي دفاع الانصار، بده ينتبهوا كثير منيح. ليش عم بقول بده ينتبهوا؟ لأنه الانصار تلقت شباكه 18 هدف، عم نشوف بالإعادة مرة جديدة دي حالة التسلل. تخيلوا يعني 18 هدف دخل شباك الأنصار فقط، ما بدي أقول بثمان مباريات لأنه المباراة بالجولة الثامنة بعد ما استكملت هي بمواجهة الإخاء الأهلي علي، بسبع مباريات الأنصار عم يتلقى 18 هدف. على فكرة الأنصار يعني بالتسعينات كان يمر الموسم بالوقت هناك الكرة العرضية الأمامية، إنما سهلة عم تكون بين يدي محمد سنتينا، أو إنه الأنصار سجل 18 هدف وتلقى مرمى 16 هدف، هذا هو الصحيح، 16 هدف إذا تلقى مرمى الأنصار. بقول على فكرة بالتسعينات الأنصار يعني كان ينهي الموسم ومرمين لم يتلقى يمكن 16 هدف. على كل الأحوال بداية متعثرة للدفاعات الأنصارية، إنما الأنصار من ناحية الثلث الهجومي والخط الهجومي عم يقدر يسجل، عم يقدر يعوض لهالسبب، هو رصيد من الأهداف 18 هدف، أفضل خط هجوم بالبطولة إلى حد الوقت. انما بنفس الوقت هو ثاني أسوأ خط دفاع بعد الاجتماعي اللي تلقى مرمي 19 هدف بالوقت. هناك دياغو بيلعب الكره الاماميه، المحاولات الرسنجويه، يعني الرسنج عم بيحاول يضغط من بدايه اللقاء، ما في جس نبض ابدا
بمباراة اليوم، 4 دقائق ونصف على البداية والنتيجة لا زالت سلبية. هيدا هو عدنان ملحم لاعب نفط ميسان السابق، نفط ميسان العراقي اللي كان له تجربة احترافية، عدنان ملحم بموسم 2012-2013 أيضا كان هو هداف البطولة بالإضافة إلى لاسينا سورو. أيضا مع عدنان ملحم هيدي الكرة الأمامية بالوقت أنا أنس أبو صالح غازي حنيني بيعتمد عليه بشكل كثير كبير المدرب موسى حجاج بوسط الملعب. هذا هو غازي حنيني بيلعب كرة أمامية، المعار يعني بالإعارة غازي حنيني عم يلعب مع الراسينج، هو لاعب العهد إنما لاعب الراسينج الحالي. اليوم يعني هناك لاعبين عم يشاركوا بمواجهة فريقهم، بمواجهة فريقهم بتحدث عن عباس عوض وايضا بالجهه المقابله حسين سيد، اللاعبين عم بيشاركوا بمواجهه الانصار. شوف الصراعات الثنائيه، عباس عوض اللي كان يمرر الكرات او انه يكون الى جنب لربيع عطاي ببعض المباريات، اليوم عم بيكون بمواجهته وعم بيحاول استخلاص الكره من بين قدمي لربيع عطاي. بالوقت هناك الكره الثابته الأنصارية محمد درويش الحكم الرئيسي بمباراة اليوم على أمل التوفيق بكل صافراته. كنا بنعرف أنه هناك انتقادات لاذعة على صافرة حكام المباريات بالآونة الأخيرة، بالوقت محمد جعفر موجود خلف الكرة، الكرة الثابتة ممكن تشكل خطورة كثير كبيرة على مرمى علي الحش حسن. سنتابع مع محمد جعفر بيلعب الكرة العرضية أو مباشرة باتجاه المرمى، سهلة سهلة عم تكون بين يدي علي الحش حسن. شوفوا علي الحش حسن عند ملتقة الكرة كان عم بيحاول يقول للاعبين انه انا جاهز انا حاضر، عم بيحاول اعطاء الثقه الى اللاعبين ليقول لهم انا موجود ما عندي اي مشكله. شوفوا على الحش حسن التقط الكره بسهوله، هو بحاجه للثقه ايضا على الحش حسن لاول مبارياته ومفروض انه يظهر بمظهر مشرف اليوم من دون ادنى شك، وخاصه هناك الاخطاء كانت يمكن كبيره بالفتره الاخيره بحراسه مرمى الانصار. ارتأى الجهاز الفني على التغيير اليوم من دون ادنى شك حسن مغنية، طبعا الكل بيعرف انه عم بتحدث عن حسن مغنية، من دون ادنى شك حسن مغنية. ايضا هناك الكرات العديدة اللي كان صد عن مرماه، ارتأى الجهاز الفني اليوم لمشاركة علي الحش حسن. يبقى حسن مغنية هو الحارس الاول بالانصار، انما هناك بعد التعديلات والتبديلات وهناك الهجوم الانصاري بهالوقت. ربيع عطايا من لمسة وصل الكرة طول عن محمد عطوي اللي استعاد مستواه، العطوي بيلعب تمريرة امامية كريستريمي صاحب اللياقه البدنيه العاليه. ايضا نصار ربيع عطايا بمرمى الاخاء بوحده من هالكرات ومن نفس المكان تماما، كان سجل واحد من الاهداف الجميله جدا من حوالي الموسمين. بالوقت ربيع عطايا بيلعب كره ساقطه لداخل المنطقه، خروج عم بيكون لمحمد سلتينا، يعني الكرات اللي عم تلعب بظهر الدفاع الانصاري. هيدا هو مقعد احتياط الانصار، ايضا الاستاذ بلال فراج مدير نادي الانصار اللي تابع بحذافير كل شيردي وواردي وبالتفاصيل ايضا مشاركه ربيع عطايا، خاصه المواد المتعلقه بقانونيه مشاركه ربيع عطايا. وهذه انطلاقه انصاريه، عباس عواضي بيلعب الكره عند محمد جعفر، محمد جعفر لاعب النجم السابق لاعب الراسينج الحالي ممكن يسدد، يسدد مباشره يعني اخذ الامور على عاتقه محمد جعفر. هذه التعليمات واضحه من المدرب موسى حجاج، اعطيه الحريه لمحمد جعفر بالخطوط الاماميه، اذا سنحت لك الفرصه التسديد فيك تسدد مباشره، وخاصه هيدي اول مشاركه لعلي الحش حسن. بعض اللاعبين فعلا محمود لما ينعطاهم حريه بيبرزوا بشكل اكبر بارض الملعب، واحد منهم محمد جعفر عم نشوف بالاعاده تسديدته يلي مرت فوق عارضه علي الحش حسن. الكره حاليا عم تلعب بمنتصف الملعب على الاتات، بيعكس الكره للطرف الايسر انما حسين سيد موجود على الرواق الايمن ليقطع الكره، بيحاول المرور حسين سيد مثلا عم يتقدم جميل جدا بمرمى الاول من الثاني، ولكن الحكم محمد درويش بيقول هناك خطا، خطا لحسين سيد يلي كان بالمناسبه لاعب الانصار وكان يلعب بمركز قلب الدفاع. موسى حجاج عم يبتكر مركز الظهير الايمن لحسين سيد، اصلا كان ببعض الاوقات كنا نشوفه بهالمركز ولكن هو طبعا يفضل اللعب بقلب الدفاع، ولكن المدرب هو صاحب القرار. وحسين سيد ايضا عم بيقدم بدايه موسم لا باس فيها ابدا مع سندي بادا الكره اللبنانيه، الكره طويله حاليا على مشارف منطقه الجزاء الراسيه الدربكي الدفاعيه عم يحسمها فريق الراسينج. ما زالت الكره عند كايرو بيلعب الكرة للخلف كايرو، سيرج سعيد بالرجل اليسرى تمريره جميله جدا مع الكنترول والترويض والتمريره داخل منطقة الجزاء عباس عوض، انما الكرة عم بتطول الى خارج ارض الملعب. عباس عوض كان عم يتقدم بالكرة الماضية ولكن الكرة عم بتطول الى ركلة مرمى. طبعا بعض المدربين يعني
بيقضي الامور من الناحيه النفسيه، يعني انه لاعب بيلعب بمواجهه فريقه السابق ممكن يعطي بطريقه مضاعفه ليثبت نفسه بمواجهه فريقه السابق. عباس عوض واحد من اللاعبين اصلا المميزين، يعني صغير السن ولكن لاعب مميز وبيمتاز بمهارات فرديه عاليه، لاعب بيجمع الحاله الدفاعيه والهجوميه. الكره طويله حاليا انما عم تروح ايضا سهله لعند سانتينا. سانتينا هناك يعني الكثير من اللاعبين يعني صغار السن مفروض اعطائهم الفرص، لانه ما بدنا نضلنا نقول يعني اللاعب اللي عمره 19 سنه 20 سنه انه هو بعده لاعب صغير، لا بالعكس تماما، عم نشوف العديد من اللاعبين عم بيشاركوا حتى بالاعمار الصغيره. محمد جعفر عم ينطلق حاليا، ممكن بيلعب على الكره، ما زالت التغطيه الدفاعيه موجوده، جعفر ما زالت الخطوره، ولكن معتز بالله الجنادي موجود بالكره الماضيه على دفعتين. معتز بالله الجنادي بيمنع الخطوره عن مرمى محمد جعفر. مباراة جميلة ببدايتها بأول 10 دقائق، ممكن التسديد غازي حنيني بيسدد الكرة، إنما تسديد بعيدة تماما لغازي حنيني. تعليمات للعديد من اللاعبين، يعني التسديد من خارج منطقة الجزاء، يعني وهذا أمر الصراحة مطلوب يعني ببعض المباريات، إنه يعني نحن بنفتقد بملعبنا اللبناني للاعبين اللي بيسددوا من خارج منطقة الجزاء. مفاجأة الجميع مثل معالي حوراني كان عم بيفاجئوا لحسن بيطار بتسديدة كانت صاروخية هزت شباكه وقتها، خسر العاد نهار الثلاثاء الفائت بنتيجه 0-1. علي حوراني مش بس كان باغت للبيطار بالكره اللي سددها، انما باغت الجميع، كل اللي كانوا موجودين بارض الملعب، كل اللي كانوا عم بيتابعوا المباراه مباشره عبر الرابط الخاص على جديد سبورت. نذكر انه كل المباريات غير المنقوله تلفزيونيا بامكانكم متابعتها عبر جديد سبورت والرابط الخاص، مثل مباراه الاجتماع والنبشيت اللي حاليا عم تلعب ومنقوله مباشره عبر جديد سبورت برابط خاص. كره ملعوبه حاليا ربيع عطايا داخل منطقه الجزاء، انما كرته بعيده ايضا الى خارج ارض الملعب. دخلنا على دقيقه 12، ما زالت النتيجه سلبيه بين الفريقين اليوم. كره بتلعب سريعه اندري فيتيلارو. ارضيه الملعب مثل ما ملاحظين مشاهدينا واضحه، ارضيه ملعب بيروت البلدي ما عم بتساعد كثير اللاعبين بلعب الكرات الارضيه، على امل اكيد يتحسن ارضيه الملعب مع تقدم الايام والمراحل. الكرة حاليا بصراع الى خارج ارض الملعب. عباس عوض رمي التماس بيلعبها، كرة ملعوبة للامام، عم نشوف بالاعادة. مطالبة بخطا، مطالبة بخطا والدفع واضح بتصور على اندري فيتيلارو. على كل حال خطا واضح، على كل حال حكم المباراة هو سيد الملعب. الكرة بتلعب من اليسار الى اليمين لعند عدنان ملحم. محمد قرحاني بيحجز الكرة ولكن بالطول الى خارج ارض الملعب. عدد جمهور الانصار الظاهر على الشاشه لا باس فيه ابدا، جمهور الانصار اليوم موجود باعداد جيده. طبعا كنا معودين اكثر على جمهور الانصار اذا عم نحكي بالسنين الماضيه على الملعب بالتحديد قبل 2005، ولكن بهيدا العدد مقبول جدا، ومطالب جمهور الانصار يكون باعداد اكبر بارض ملعب بيروت البلدي. مثل ما بنتذكر كل مباراه الشهيره الانصار وصفها بختام مرحلة الذهاب بموسم ما قبل الماضي. الكرة حاليا عباس عوض بيحاول المرور، بيلعب الكرة لعند محمد جعفر. عباس عوض بينطلق مع ديوغو دي اندرادي، فضل عدم التمرير لعند ديوغو، بيلعبها لعند محمد جعفر. محمد جعفر انما الكرة سهلة جدا، نصار نصار المحاولة لبناء هجوم مرتدة. عطوي عطوي بيلعب الكرة طويلة للأمام لعند ربيع عطايا وكريست رامي. الصراع الثنائي مين اللي حيحسمه؟ محمد صادق موجود على مسار الكرة، محمد صادق أسرع عند كريست وبكل خبرة بيقطع الكرة وبمررها وبحاول ايضا بناء هجمه للراسينج. اللاعبين المدافعين وتحديدا قلب الدفاع يلي بيمتاز بالخبره واللي بيمتاز بامكاناته باخراج الكره من منطقه الضغط هو لاعب طبعا مميز جدا بيكون بالفريق. واحد من اللاعبين اندري فيتيلارو ومحمد صادق، هالثنائي الدفاع عنده هيدي الامكانيه. رمي التماس بقول حكم المباراه للراسينج، عم بنفس حاليا عباس عوض. أغلبية الكرات عم بتكون من الراسنج على الطرف الأيسر محل ما موجود عباس عوض وأيضا محمد جعفر. يوغو دي أندرادي، يوغو بمواجهة علي الأتات، سيرج سعيد بمنتصف الملعب عم يقوم بدور صانع الألعاب، إنما تمريرته كانت طويلة وسهلة بيدي الحارس علي الحاج حسن. سهلة جدا الكرة الماضية لعند الحارس الشاب، بيلعب كرة طويلة لعند علاء البابا. يعني علاء البابا هدف وحيد بدوري الفا لكرة القدم، الكل كان منتظر من علاء البابا انه يكون عم بيقدم مستوى افضل له مع الانصار، ولكن طبعا بحاجه لبعض الوقت علاء البابا. هذا جانب من جمهور الانصار اللي عم نشوفه امامنا على الشاشه، موجود ليتابع مباراه فريقه، موجود ليشجع فريقه، موجود ايضا
عم نشوف فريقه بمكان اليوم في حال فاز رح يكون بصداره دوري الفا لكره القدم. الكره حاليا لعند علاء البابا، فرصه خطره تماما لعند كريس تريمي داخل منطقه الجزاء، انما التخطيط الدفاعيه من اندري بيتيلارو باللحظه المناسبه. كيوغو دي اندرادي هجوم مرتد للراسينج، بيلعب الكره بخارج القدم، جميله جدا لعند مين؟ محمد جعفر بصراع العدو، محمد جعفر نصار نصار، مين رح يتفوق على مين؟ محمد جعفر بيحب يلعب الكره العرضيه، انما العرضيه ايضا سهله بيدي الحارس علي الحاج حسن. يعني اغلب الكرات الى حد الوقت عم تكون سهله بين يدي حارس مرمى الانصار علي الحاج حسن الحارس البديل، اليوم عم بيكون هو الاساسي بيلعب الكره الطويله الاماميه. ولكن الفريق اليوم عنده رغبه بافتتاح التسجيل، واضح انه فريق الرسنج يعني من دون جس نبض اليوم، من دون العوده الدفاعيه والتحفظ يمكن موجود نوعا ما من ناحيه فريق الرسنج. ما بدنا ننسى انه عم يلعبوا مع الانصار كحد افضل خط هجوم بالبطوله، 18 هدف سجل الانصار الى حد هالوقت. هل بامكان الاخضر اليوم بافتتاح التسجيل، هل هو رح يكون السباق بالتسجيل اليوم الانصار؟ هذا السؤال اللي عم يطرحه المشاهد، اللي عم نطرحه نحن. رمي التماس انصاريه، الكره بتنلعب لداخل منطقه الجزاء، كريس تريمي الكرات العاليه سهله دائما بتكون لعند محمد سنتينا. محمد سنتينا بتسرع بيلعب الكره الاماميه، معتز بالله الجنادي ايضا. يعني اذا محمد سنتينا تسرع، السؤال ليش معتز بالله الجنادي عم يتسرع بالكره الاخيره؟ كان عنده حلول كثيره، كان ممكن ينطلق لوحده بالكره، يعني منتصف الملعب كان امامه خالي. ايضا هيدي انطلاقه عدنان ملحم، وهيدي كره من دييغو ايضا لعدنا عدنان ملحم. عدنان بيلعب الكره العرضيه لداخل المنطقه، خطيره المحاوله انما علي الحاج حسن عم ياخذ الثقه علي الحاج حسن من بدايه اللقاء. بالوقت هناك انطلاقه محمد عطوي، بيترك الكره لعند ربيع عطايا، ربيع بيلعب كره اماميه لعند كريس تريمي مع تقدم علاء البابا. يعني حاول يمر بطريقه مميزه كريس تريمي انما ما نجح بالمرور. هناك التغطيه الدفاعيه من صاحب البنيه الجسديه القويه جدا، عم بتحدث عن محمد صادق. بالوقت هناك انطلاقه سير سعيد، كره بتوصل لعند عدنان ملحم، امين عام الاتحاد اللبناني لكره القدم السيد جهاد الشحف ابو فراس عم بيتابع لقاء اليوم. طبعا انحكى الكثير، المستقيل هل هو استقال فعليا لم يستقل فعليا؟ طبعا كل هيدي الامور ايضا برجع بذكر على انه كل متابعه هيدي التفاصيل عبر موقعنا الجديد سبورت. بالوقت هناك الكره العرضيه الاماميه، معتز بالله الجنادي بيقطع الكره، بتعود الكره لمصلحه الانصار. هيدي الكره الاماميه مش لوقت طويل بيستعيدوها الرسنج. هيدي الكرات العاليه ممكن تشكل خطوره على المرمى الاخضر، انما الكره بتوصل ايضا عند غازي حنيني. بالوقت دييغو عم بيكون دائما متحفز بوسط الملعب، كل الكرات عم بيحاول دييغو يظهر على خط الكره تماما. ايضا مع عباس عوض، كره لعند غازي حنيني، غازي حنيني كرة طويلة باتجاه عدنان ملحم، كنترول مميز من عدنان ملحم، من لمسة بوصل كرته ضل لعند كايرو، الكرة مقطوعة ايضا بتوصل لعند سير سعيد. هيدي انطلاقة ممكن يكون خطرة، حسين سيد بمر بيلعب كرة عرضية لداخل المنطقة، معتز بالله الجنادي بيقطع الكرة بشكل خاطئ، بتوصل لعند سيرج، ممكن يسدد سيرج، بسدد تسديدته عم تنقطع، الهجمة المرتدة ممكن يكون سريع على أنصارية مع الأتات بمركز الارتكاز. على الاتاتي بيلعب كره طويله باتجاه كريس تريمي، سرعه كريس فشخته الكبيره، بنفس الوقت بيدخل منطقه الجزاء بينتظر زملائه، بيحاول المرور، ما عنده مهارات بالمساحات الضيقه، انما بنفس الوقت سريع جدا مثله مثل نصار نصاري، بيلعب كره عرضيه نصار نصار. هل الكره خرجت؟ الحكم بيشير على انه الكره لا زالت موجوده داخل ارض الملعب. اجمل الاطفال طبعا على ما اظن هيدي عائلته لأندريه فيتيلارو، وهيدا نجله بنفس الوقت روماني، واضح الامور واضحه. الجمال الروماني دائما هو الطاغي. بالوقت لعلاء البابا، هل عم يشعر باصابه علاء البابا؟ 18 دقيقه مروا من زمن المباراه، النتيجه لا زالت التعادل السلبي. بدي اذكر مشاهدينا على انه بالموسم الماضي كان الانصار واجه الرسنج، كان فاز ذهابا بهدفين مقابل لا شيء، ايابا كان التعادل السلبي هو سيد الموقف. بالموسم ما قبل الماضي ذهابا كان تعادل الفريقين سلبا، وايابا الانصار كان فاز بهدفين مقابل لا شيء. طبعا يعني اغلب المباريات بالفتره الاخيره ما بين الانصار والرسنج لا شك انه هي تكون صعبه على الانصاريين. بموسم 2013-2014 الانصار كان فاز بالذهاب بثلاث اهداف مقابل لا شيء، انما بالاياب الرسنج كان فاز على الانصار 2-0.
الوقت هناك رمي التماس انصاريه وهيدي انطلاقه لمصلحه الانصار. الكره بتتوقف. اي لاف الانصار. هيدا هو العلم الانصاري اللي طوله 130 متر، طبعا اطول من طول الملعب. شغل كثير كبير كان في رابط جمهور الانصار وخاصه على انشاء العلم الكبير اللي بيعتقدوا الجماهير الانصاريه على انه مش بس هن بيعتقدوا، الانصار زعيم الكل معن حق بهالعباره صراحه، لانه عندما نتحدث عن الانصار نتحدث عن 13 بطوله احرزها الانصار بالدوري، نتحدث عن 13 بطوله احرزها الانصار ببطوله كاس لبنان، اكثر الفرق اللبنانيه يلي احرزوا القاب بالوقت. هناك الكره الاماميه، فريق الرسنج احرز الالقاب من ناحيه البطوله ثلاث مرات، انما الرسنج ما عم بيكون سندباد الكره اللبنانيه مثل ما كان بالستينات مثل ما كان بالسبعينات. طبعا بيفرق كثير الرسنج، يعني ايام الستينات والسبعينات هناك كان الصراع ما بين الرسنج والنجمه، تحول الصراع ما بين قطبي الكره اللبنانيه. ما في تسلل؟ لا في تسلل. هناك رايه عم تكون موجوده من الحكم المساعد الاول هشام انصو، رح نشوف بالاعاده هل كان ريمي. على الارجح كان ريمي عند اللقطه الاولى متسلل. طبعا ريمي اللي سجل ثلاث اهداف بالبطوله لحد هالوقت، سجل بمرمى الصفا هدف، واضح التسلل. سجل بمرمى الصفا هدف وسجل بمرمى الساحل هدفين، يعني بمرمى فريقه السابق. كلنا بنعرف انه ريمي هو لاعب الساحل السابق بالوقت. هناك الكره الاماميه، محمد قرحاني بيقطع الكره براسه، بتعود الكره ايضا لعند دياجو، ممكن التسديده من خارج المنطقه، انما هناك التسديده عم تكون من عدنان ملحم. انقطع الكره، شوفوا علاء البابا وين موجود، موجود بالخطوط الدفاعيه بعد ما ظهر ربيع عطايا بامكاناته بمهاراته العاليه، انما لاعب بامكانات ربيع عطايا وبمهاراته ممكن يظهر باي لحظه من اللحظات. وهناك لاعب اخر لا يقل يمكن مهاره عن ربيع عطايا، عم بتحدث عن علي القتات اللي كان لعب مع المبرق، ايضا كان لعب مع فريق العهد، وايضا لعب مع النبي الشيط، ومن ثم انتقل رسميا من العهد ليدافع عن الوان الانصار. اصبح معلومه للجميع انه اداره العهد كانت اقالت المدرب روبرت جاسبرت بعد الخساره امام الساحل بنتيجه 0-1، والمدرب باسم مرمر هو راح يكمل، وتحديدا بمباراه التضامن سور المرتقبه ضمن الجولة التاسعة من بطولة ألفا لكرة القدم. هيدا هو جمهور الأنصار، هيدي هي اللوحة اللي دائما بنطلبها من الجماهير اللبنانية، التشجيع الحضاري مثل ما عم نشوفه بهاللحظات عن جمهور الأنصار، تقبل الخسارة ونتعلم ثقافة إنه نتقبل نخسر مثل ما بنتعلم ثقافة إنه نتقبل نربح المباراة، لأنه اليوم يعني هو فريق واحد فقط رح يحرز لقب البطولة، يعني مش هناك 12 فريق لازم يحرز لقب البطولة ولا 15 ولا 20 فريق، هناك فريق واحد بالنهاية، هناك خاسر هناك رابح. تقبل الخسارة هو أمر كثير مهم. هذا المشهد اللي عم نشوفه من جمهور الأنصار، كيف ما كانت نتيجة لقاء اليوم المفروض هالمشهد ما يتغير على المدرجات. كرة القدم ربح وخسارة وطبعا تعادل، هذا امر معروف بكل الملاعب. مزبوط، انا نسيت التعادل. هذا الامر معروف بكل الملاعب بكل العالم، ايضا مش بس بكرتنا اللبنانيه. كريستي ميلو رينيان بيحاول المرور، بيحضر الكره، ممكن الكره لعند عمر عويضه، استقتال عمر عويضه على الكره الماضيه، ولكن حسين سيد موجود على مساره وعم يقطعها الى منتصف الملعب. ما زالت الكره بعد ما انحسمت لاحد الطرفين. علاء البابا محمد صادق عم يقدم بدايه مباراه جميله جدا باول 23 دقيقه. جوجو دي اندرادي بمنتصف الملعب، انما الكره ما زالت بارض الملعب، كنت وقعتها انقطعت، ولكن جوجو بيعمل كره جميله جدا لعند كايرو دي اندرادي. كايرو خطير، كايرو بالراس، ممكن اول اهداف المباراه، ولكن انس ابو صالح موجود باللحظه المناسبه ليفوت عن مرمين لعلي الحاج حسن. هذا اول خروج خاطئ لعلي الحاج حسن، فعلا خروج خاطئ لعلي الحاج حسن بالكره الباضيه. وكايرو دي اندرادي لو كانت كرته الراسيه اقوى لكان بالتاكيد اول اهداف المباراه. شوفوا التمريره، ما في تسلل ابدا، ديوغو دي اندرادي بيضرب دفاع الانصار بكره اماميه والراسيه مع الخروج الخاطئ، ولكن انس ابو صالح 10 على 10 ليش؟ بخبره كثير كبيره، يعني صحيح عرف انه هيدي الكره فيها حل من حلين، يا اما رح يوصل للكره حارس المرمى. عرف انه يعني انه خروج علي الحش حسن اذا ما التقط الكره فيها هدف، اكيد انه الكره رح تكون متجهه نحو المرمى. برافو لانس ابو صالح، اكيد تقديره الماضي صراحه. الكره العرضيه مميز جدا، مثاليه كانت. شوف الكره العرضيه، شوف انس ترك الدفاع وراح يوقف على خط المرمى. برافو لانس ابو صالح، تصرف بخبرته صراحه انس ابو صالح باللقطه الاخيره. جاء
جانب من الموجودين ايضا في ملعب بيروت البلدي، ملعب الامجاد للانصار. كل ما نقول ملعب بيروت البلدي متذكر 13 لقب دوري للانصار، 11 لقب متتالي مع المدرب عدنان الشرقي. دخل من خلال الانصار الى كتاب جينيس كاكثر فريق بالعالم عم يحرز القاب متتاليه. كريست ريميل اورانيان مع مدربه المتواضع جدا زوران بيسيتش، فعلا مش متواضع بالاداء عم بحكي ولا بالامكانيات، عم بحكي متواضع كشخصيه. طبعا اذا بالنتائج هو ابدا ما هو متواضع، ابدا مش متواضع. وقت استلامه على الانصار مش بس هيك، دائما المنقذ زوران. يعني الفتره اللي استلم فيها زوران احرز لقب الذهاب، الفتره اللي عم يرجع يستلم فيها زوران هلا اليوم في حال فاز رح يتصدر دوري الفا لكره القدم، دائما المنقذ. هو منقوش مباراه الى حد الوقت فعلا، يعني دائما يسمى بالمنقذ زوران بيسيتش. على كل حال قرار إدارة الأنصار إن كان باستكمال الثقة أو تجديد الثقة بالمدرب زوران بيسيتش أو غيره، طبعاً الإدارة هي المسؤولة عن كل هذه الأمور. الكرة حالياً بمنتصف منطقة الجزاء بتعود للخلف لعند غازي حنينة لعند سيرج. سيرج بيعكس على الكرة، تمريرة خاطئة من سيرج وانطلاقة حالياً من علاء البابا، هجمة مرتدة ممكن لاعب الصفا السابق بطل لبنان بالموسم الماضي. الكرة عم تخرج إلى خارج أرض الملعب. الصفا بالموسم الماضي بطل لبنان، 10 اهداف كان سجلها علاء البابا بالموسم الكروي. الصفا بهالموسم باختصار بشخصيه البطل. فعلا الصفا عم يقدم موسمين على مستوى عالي جدا، وتحديدا مع المدرب ايميل ريستو، المدرب الوطني ايميل ريستو. الكره حاليا الحكم بيقول خطا محمد درويش. صراحه انا معجب يعني كثيرا باداء الصفا بهالموسم وبشخصيه الصفا وفريق الصفا بشكل عام، عم بيقدم مستوى صراحه مميز بغض النظر اذا هو احرز اللقب ام لم يحرز. بالموسم الماضي بدون اجانب الصفا كان عم بيقدم مستوى عالي، كيف مع اجانب من طراز عالي جدا. خطا لمصلحه ربيع عطايا والتدخل قاسي جدا من غازي حنيني. يعني غازي حنيني اكيد مو كان له مهمه خاصه ايقاف افضل لاعبي هالموسم بدون ادنى شك، ربيع عطايا باول المراحل الثمانيه افضل لاعب بهالموسم. ربيع عطايا عم بحكي من الناحيه المحليه، اما من الناحيه الاجنبيه بالتاكيد فهو دومينيك مندي. شوفوا الخطا الواضح من غازي حنيني. على كل حال بطاقه صفراء كان عم بينالها غازي حنيني لاعب العهد السابق ولاعب الانصار الحالي عمر عويضه خلف الكره. هلا حيتمكن من صناعه الخطوره. عم شوف ربيع عطايا ما زال عم يتالم على ارض الملعب. سلامات يعني هذه النوعيه من اللاعبين، ربيع عطايا، محمد حيدر، ابو بكر الملي، يعني نفس الطريقه دائما بنذكر الاسماء الثلاثه لانه بيمتازوا بالقدم اليسرى بمهاراتهم العاليه جدا، تقريبا بيلعبوا بنفس الطريقه طبعا مع اختلاف المستوى بين اللاعبين. ابو بكر الملي ايضا عم بيقدم مستوى جميل جدا مع طرابلس. غازي حنيني بينال بطاقه صفراء، عمر عويضه خلف الكره رح يلعبها، لا بمررها لمنتصف الملعب ربيع عطايا اللي حيسدد من المكان، بيسدد مباشره، انما التسديده مباخته وجميله ولكن مكان وقوفه تماما لمحمد سانتينا. كنت عم تطلب كثير يا محمود الكرات من خارج المنطقه، هيدي وحده من الكرات. الراسنج ايضا عم بيقدم مباراه جميله ببدايه الشوط الاول. محمد جعفر واحد على واحد مع نصار نصار، جعفر مهاري، جعفر خطير، بيلعب الكره العرضيه داخل المنطقه الراسيه، خروج جميل جدا هالمره بتوقيت مناسب. علي الحج حسن كره خاطئه وكره سليمه جدا. شوف بالاعاده ربيع عطايا حضر سدد من مكان كثير بعيد، تسديده قويه ولكن سهله كانت بيدي الحارس محمد سانتينا، توقع سانتينا وقع التسديد وبالتالي كان جاهز لالتقاط الكره على دفعتين. خطا لمصلحه الانصار حاليا. الكره الطويله من عمر عويضه على مشارف منطقه الجزاء، خطا للانصار من بعد تدخل محمد صادق، ومحمد صادق على انه يهدئ اعصابه اطلع صفرته محمد درويش. ما في اي داعي لاي احتجاج من اي لاعب، ببساطه حكم المباراه صفرته ما ممكن يتراجع عنها بكل بساطه. على اللاعبين يمتازوا بهالثقافه، خلص اطلع صفرته الحكم. خطا واضح، خطا واضح من اللاعب محمد صادق على محمد عطوي صاحب الامكانيات ايضا والقدم اليسرى الجميله جدا. طبعا هيك نوع من المباريات يعني مثل ما عم نشوفها مباراه تقريبا يعني مباراه صعبه عم تكون على الفريقين، ممكن الحل يكون موجود من الكرات الثابته. لهالسبب يعني موسى حجاج كان ابلغ لاعبينه قبل انطلاق المباراه انه ما يرتكبوا الاخطاء على مشارف منطقه الجزاء، ولكن على ما يبدو اللاعبين حاليا عم يرتكبوا هذا اكثر من خطا صاروا على مشارف منطقه الجزاء للانصار. عمر عويضه حاليا بيمتاز بالكرات الثابته، هلا يلعب كره عرضيه ام لا حيسدد كره مباشره على مرمى سانتينا. عمر عويضه بيتقدم بيلعب العرضيه الراسيه راسين قويه، ما زالت الخطوره على مشارف المنطقه. ارتداد التسديد مطالبه بركله جزاء ولكن الحكم بيقول ما في اي ركله جزاء، الكره ملعوبه. ما زالت الخطوره على الطرف الايمن، علي الاتات
على الاتات بيحاول على المرور بمر بطريقه جميله جدا بيلعب التمريره محمد عطلو بيخسرها امام ديوغو دي اندرادي. مجهود كبير للاعب البرازيلي مجهود كبير للبرازيلي الراسينج بالمباراه ومستوى عالي صراحه يعني عم يظهر في دييغو هيك ظهروا ايضا بكاس التحدي عندما احرز المدرب موسى حجاج والراسينج كاس التحدي ايضا بهالموسم الكره ملعوبه حاليا عدنان ملحم وين ايامك يا عدنان ملحم لعب العرضيه هل هناك راسيه التسديده مباشره تسديده من محمد جعفر كيف ممكن تكون راسيه ولكن فضل تسديده كره قدم يساريه شوف شوف بالاعاده الكره اكيد ما فيها لمسه يد واضحه جدا انا مع محمد جعفر انه يسدد بشكل مباشر لانه هيك نوع من الكرات ما بتتسدد الا بهالطريقه بغض النظر عن التنفيذ الخاطئ او انه اللاعب يتوفق بهيك نوع من الكرات طبعا رح نشوف بالاعاده كره لمحمد جعفر طبعا رح نشوف بالاعاده كره لمحمد جعفر بوقت لعلي حسن اللي الى حد الوقت عم بيحافظ على نظافه شباكه بيلعب كره طويله مباراه صعبه على الانصاريين الانصار يلي رفعوا شعار ودائما هيدا الشعار عم بيكون مرفوع عند الانصاريين العوده الى منصات التتويج العوده الى منصات التتويج محمود ما بدهم احسن من هيك بدايه صحيح تعثروا مع السلام ما عادوا خسروا غير هالمباراه بدايتهم جيده جدا اذا بدهم يتوجوا الانصار هيدا موسمهم طبعا بتفرق كثير ما بين شخصيه فريق وشخصيه فريق اخر الشعار هو احراز لقب بطوله 2016-2017 بالنسبه للانصاريين انما الرسنج عندي صراحه ما عندهم هيدا الشعار وخاصه بهالموسم موسى حجاج داخل ارض الملعب داخل ارض الملعب هذا الكاميرا قادره تاخذ يمكن على كل الاحوال موسى حجاج كان موجود داخل ارض الملعب الحكم الرابع عم يطلب من موسى حجاج عم يعترض على صفرته لمحمد درويش مره ثانيه موسى حجاج داخل ارض الملعب واضحه هل راح يطرد هلا هل راح يطرد موسى حجاج ربيع ابو شعيا مدير الفريق ايضا اوه هناك طرد المشكله بدات صراحه هذا امر متوقع وامور متوقعه هذا امر متوقع وامور متوقع الاعتراضات لا شك انه رح تكون متوقعه ليش رح تكون متوقعه لانه يجب الضرب من يد بيد من حديد بكل القرارات من قبل الاتحاد اللبناني لكره القدم هيدي الاجواء كنا منتظرينها قبل بدايه المباراه اذا ربيع عطايا ربيع عطايا حاول يمر هيدا الاعتراض يلي كان عم يعترض عليه موسى حجاج انه عم بقول ما في خطا لمصلحه ربيع عطايا والامور واضحه صراحه الامور واضحه محمد جعفر عباس عوض من جهتين طبعا جمهور الانصار عم يهتف ضد موسى حجاج وهيدا امر طبيعي لانه جمهور الانصار اصلا اعتاد على موسى حجاج غريب التقليد المايسترو على ارض الملعب اعتاد على موسى حجاج دائما يعني بمباريات الانصار والنجمه بديربي الكره اللبنانيه على فكره موسى حجاج سجل 4 اهداف بتاريخ لقاءات الفريقين ما بين النجم والانصار شوف مدير الفريق ببطوله الدوري شوف مدير الفريق يعني مدير الفريق جعفر ايضا اعتراضات عم تكون ايضا ربيع ابو شعيا مدير الفريق بعد ما هدي من لحظه بدايه المباراه غريب يعني في توتر واضح على دكه بدلاء الراسي لاحظ الحكم يعني قراره حيكون صارم مباراه عم تتوقف هيدا هو موسى حجاج واضح العصبيه واضحة مش مرتاح موسى اليوم على مدرب فريق الرسنج ما بعرف التأخير ما بعرف محمود يمكن الحكم طرد حدا من يا الجهاز الفني يا اما طبعا كان عم يظهر مدرب حراس المرمى بفريق الرسنج علي جبيلي ايضا كان حارس مرمى النجمة السابق في حدا مطرود ورافض يخرج من ارض الملعب ما بعرف موسى حجاج على الارجح موسى على الارجح موسى لانه المدرب موسى حجاج على الارجح هو اللي تم طرده بس هو مش قبلان انه يخرج جورج حدنا كمان امين صندوق نادي الرسمي عم يتدخل حاليا لحل المشكله توترت الاجواء بشكل كثير كبير بهاللحظات هل رح تستكمل المباراه هون السؤال اللي بيطرح نفسه صراحه سؤال عم يطرح حاله بهاللحظات حتى المشاهدين عم يطرحوا نفس السؤال هل رح يتراجع حكم المباراة عن قراره بطرد المدرب او احد الموجودين بارض الملعب كمان هي كارثة كبرى سنتابع هون هيدي لحظة شوف موسى حجاج موجود داخل ارض الملعب اها تم طرده لموسى حجاج على موسى حجاج انه يخرج رفض مدير الفريق رفض مساعد المدرب ايضا عم يرفض كل رفض اللقطات عم نشوفها موسى حجاج لازال موجود على ارض الملعب
بصراحة محمود. طبعا جمهور الراسنج أيضا بالجهة المقابلة على يمين المنصة الرئيسية لملعب بيروت البلدي عم يهتف باسمه لموسى حجاج، والمباراة متوقفة. محمود خلينا نكون صريحين مع كل المتابعين على قناة جديد، أنا وياك كنا عم نحكي تحت الهواء مباراة صراحة متوترة قبل بداية اللقاء. أصلا الحديث كان إنه هل إنه المباراة اليوم راح يصير يعني راح يصير هناك مشكلة؟ خلص الأمور واضحة. المشكلة أصلا يعني مشاهدينا يعني نحطكم بالأجواء بشكل واضح، المشكلة هي مشكلة واحدة، محمد درويش طلب من موسى حجاج الخروج، يعني تم طرد مدرب الرسنج وموسى حجاج مش قبلان. هيدي هي المشكلة يلي من خلالها عم تتوقف المباراة. ايضا عم بكون هناك بعض النقاشات مع مراقب المباراة وامين صندوق نادي الرسنج سبحان اللي عم يتدخل. ما بعتقد انه التراجع رح يكون من حكم المباراة. رئيس النادي ايضا سيد جورج فرح صار موجود على ارض الملعب. الكل اصبحوا موجودين على ارض الملعب سواء يعني انا وانت. صراحة انا وإليه لازلنا موجودين بكابين التعليق. ربيع ابو شعيه بحديث مع الحكم الرابع هو حسن سلمان. شو راح يحصل هذه الاتصالات تحت انظار مين؟ تحت انظار امين عام اتحاد اللبناني لكرة القدم مع ابتسامه. هذه ابتسامه الاستسلام يمكن صراحه ابتسامه ممزوجه يمكن بالقلق الواضح. شو راح يحصل فريق الرسنج؟ هل راح يكمل المباراه موسى حجاج؟ هل راح يخرج من ارض الملعب محمد درويش بحديث بينه؟ الامور محمود الامور واضحه. ما في تراجع حكم المباراه عن قراره. في حاله تراجع حكم وتبي في حاله تراجع حكم عن قراره في مشكله كبيره. المهم يعني الموجودين على ارض الملعب بغض النظر عن صوابيته ينتبهوا. بغض النظر طبعا عاده حكم المباراه عندما بيطلق صافرته او بيطرد المدرب بغض النظر عن احقيه القرار انما قرار الحكم لا عوده عنه. شوف في قرار السيد جورج فرح يأخذ موسى حجاج إلى جانبا والحديث بينه وبين موسى حجاج. يعني القرار يجب أن يتخذ. رئيس النادي موجود، الإدارة موجودين، طبعا إدارة الرسنج كلهم موجودين لمتابعة اللقاء والحديث عن مع موسى حجاج ومحمد درويش. قراره صارم لا عودة عن القرار هو طرد المدرب موسى حجاج. يعني في يتابع المباراة من على في حالة واحدة استقبل فيها المباراة، حالة واحدة ما في غيرها، خروج المدرب موسى حجاج إلى المنصة. طبعاً هو أصلاً يمكن ما في يكون على المنصة حتى، ممنوع يكون على المنصة الرئيسية في حال طرد. على كل حال هذه قوانين والقانون الجديد وإلى آخره وبعض الأمور يعني التحكيمية. نحن بانتظار خروجه على ما يبدو رافض نهائياً موسى حجاج. مشاهدينا عند الدقيقة 31 تماماً حصلت المشكلة، يعني المباراة إلى حد الوقت عم تتوقف ما يقارب الست دقائق. القرار انه ما راح يخرج موسى حجاج من ارض الملعب. هذا هو قراره للرئيس النادي جورج فرح، امر واضح عدم خروج. اخذوا قرار بعدم خروج موسى حجاج من ارض الملعب. سؤال يطرح، سؤال كبير، ما بعرف يعني قد ايه رح نضلنا بهالمشاكل التحكيميه او بهالمشاكل عم تصير بين الحكام يعني والمدربين والاداره. يعني نحن بعام 2016 بغض النظر عن كل شيء يلي عم بيصير بملاعبنا اللبنانيه اقل ما يقال عنه كلمه واحده بس عيب. محمود انا بدي ضم صوت الى صوتك وبدي اقول لك شغله بعد اضافه على كلمه عيب. هيدي مسؤوليه تراكمات اخطاء تحكيميه وايضا عدم ادراك بالتصرف بين الاداره والحكام. لما كل اداره بده يطلع دائما يتهم الحكم انه هو قاصد تخسير المباراه وبالمقابل ايضا الحكم يرتكب عدد كبير من الاخطاء بالمباراه، اكيد هالنتيجه ولا ممكن بقى اي اداره نادي يكون عندها ثقه باي حكم. على الرغم انه لما يخرجوا يقولوا لكل الحكام نحن بنشد ايدنا على ايدكم، نحن معكم، نحن بنعطي الثقه للحكم اللبناني. وين الثقه؟ طرد المدرب يجب ان يخرج من ارض الملعب على الرغم من حبنا الكبير لهالقيمه ولهالاسطوره بكره القدم موسى حجاج، عليه انه يخرج من ارض الملعب. طبعا من دون ادنى شك قرار الحكم هو قرار اخير وقرار صارم. هذا هو موسى حجاج، الغضب واضح بعيونه لموسى حجاج، الغضب واضح. موسى حجاج يجب ان يتصرف بروح المسؤوليه، انما هيدي الامور اللي حصلت بالفتره الاخيره وصلتنا لهون. هيدي ابتسامه معتز بالله الجنادي يعني لابي الانصار ايضا الى جانب مدرب الرسنج موسى حجاج، على الاتات ايضا موجود الى جانبه. يعني اصلا يعني كل اللاعبين
بيحترموا شيء اسمه موسى حجاج، بيحترموا اسم موسى حجاج على ارض الملعب. مفروض موسى حجاج هو يكون القدوه اصلا للاعبين الموجودين الى جنبه. ما في اي كل يعني كل شخص، كل شخص له ظروفه، كل شخص شوفوا ابتسامه على البابا طبعا قبلته على وجهه لموسى حجاج. ما في اي شخص محمود تابع كره القدم اللبنانيه، تعاطى بشان الكروي بلبنان، لعب كره القدم او حتى شاهد كره القدم عبر التلفزيون الا ما بيحترم موسى حجاج. موسى حجاج قدوه لكره القدم، يمكن الاسم الاكبر من دون ادنى شك. من دون ادنى شك هناك اسماء كبيره طبعا بكرتنا اللبنانيه، يعني موسى حجاج ايضا، رضا عنتر، غير عمر ادلبي، رضا عنتر، دودو، يوسف محمد، العديد من اللاعبين، يمكن طبعا عباس عطوي، عباس عطوي ايضا العهد، يعني العديد. اذا 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 بدنا نذكر يمكن كثير من اللاعبين، طبعا كثير من اللاعبين اسماء كبيره مروا بالكره اللبنانيه. فادي علوش ايضا واحد منهم، بالاضافه الى محمد سلماني، عبد الفتاح، ولكن كتار يا محمود خلف شاشه الجديد هلا اللي عم يحضرونا، العديد من اللاعبين، جمال طه ايضا، جمال طه مدرب الانصار السابق، كتار يلي خلف شاشه الجديد عم يحضرونا هلا، عم بيقولوا انه كلهم اسماء كبار، ولكن هالاسم هو الاكثر جماهيريا بدون ادنى شك، اكثر لاعب. حسن عبود ايضا واحد من الاسماء الكبيره ايضا، اكثر لاعب هتفوا باسمه هو طبعا موسى حجاج. طبعا حقبه موسى حجاج اصلا كانت حقبه مميزه عندما كان لاعب بفريق النجمه، ما بدنا ننسى هذا هو محمد درويش عم يتوجه الى غرفه الحكام. اذا محمد درويش عم يدخل بهالوقت، موسى حجاج لازال على ارض الملعب. فريق الانصار منا مشكلته ابدا، منا مشكلته، المشكله مش عند الانصار، في قرار شكله عند الراسينج، حتى في قرار واضح محمود من اداره الراسينج عدم خروج موسى حجاج. يعني لو رئيس النادي بده يخرج انا كان خرج. انا القرار. انا برايي هذا القرار خاطئ، انا برايي هذا القرار خاطئ، وهذا هو طبعا جانب لاعبي فريق الراسينج خارج تشكيله 18، جانب من جمهور الراسينج. شو هي التعليمات، شو اللي عم بيقوله موسى حجاج بينه وبين ربيع ابو شعيا؟ طبعا نحن مش عارفين، عم يطلب موسى حجاج من اللاعبين، ربيع ابو شعيا عم يطلب من اللاعبين التوجه الى ارض الملعب، الى ارض الملعب، بلوا جاهزين. هل هناك ربع ساعه؟ بعد ما صرنا ربع ساعه متابعه، ما صرنا ربع ساعه متوقفه المباراه، بذكر بالدقيقه 31 تماما حصلت المشكله، 10 دقائق المباراه متوقفه، موسى حجاج لازال موجود على مقعد الاحتياط. هذا هو رئيس نادي الانصار ايضا اصبح موجود على ارض الملعب، السيد نبيل بدر بحديث بينه وبين معتز بالله الجنادي، بالاضافه الى انس ابو صالح. اصبحنا عم نعلق على امور اصلا يمكن مش مفروض نكون عم نعلق على هيك طبعاً. امور على كل حال نأمل يعني مشاهدينا يلي عم بيتابعونا بهاللحظات، يلي ما كانوا عم بيتابعونا من الدقيقة 30، الدقيقة 31 حصلت المشكلة، هناك خطأ كان ارتكب على ربيع عطايا، اعترض موسى حجاج، دخل أرض الملعب. طبعاً الحكم محمد درويش بحديث بينه وتشاور بينه وبين الحكم الرابع حسن سلمان، وطلب من موسى حجاج الخروج من أرض الملعب. هون المشكلة حصلت، المدرب موسى حجاج رفض الخروج، إدارة الراسينج أيضاً رفضت إنه موسى يخرج إلى حد اللحظات، ما بعرف إذا الأمور رح تتغير. من هون بدأت المشكلة، هيدا هو حجم المشكلة على ملعب بيروت البلدي، المشكلة أبدا ما بين اللاعبين، ما في أصلا مشكلة ما بين اللاعبين، المشكلة هي اللي عم نشوفه أمامنا على الشاشة، تم طرده المدرب موسى حجاج، ما قبل يخرج، له ظروفه طبعا من دون أدنى شك، أنا ماني موجود مكانه، أنا ماني موجود بعقله، هيدي هي اللقطة اللي عم نشوفها. هذه هي اللقطة اللي عم نشوفها، عم حدثكم عنها بالدقيقة 31. شو كان عم بيقول المدرب موسى حجاج هون؟ موسى حجاج أصلا يعني تخطى، أصبح موجود داخل أرض الملعب، محمد درويش أخذ قرار بطرد مدرب الرسمي. أكيد أكيد محمود، مش بس لأنه تخطى خط الملعب، يعني هي خط الملعب ممكن يعطيه إنذار بمحل إنذار شفعي يطلب منه، هذا الشيء اللي أنا دائما عم بقول أكيد بنحوه بشيء، منا موجودين على أرض الملعب ومنا موجودين أصلا بتفكيره للمدرب موسى حجاج اللي موجود امامنا جالس على مقعد الاحتياط. هل راح يخرج موسى حجاج او انه المباراه ما راح تستكمل او انه ما بعرف. بالنسبه لي انا على الصعيد الشخصي هذه الامور يمكن صراحه يعني متابعتي للكره اللبنانيه من عام 1989 الى حد هالوقت، يمكن بعد هالامور يمكن اذا كانت صايره يمكن نسيها او يمكن مش صايره، يعني
حتى خاصة الأحداث الأخيرة اللي رافقت مباراة الإخاء الأهلي علي والأنصار، كانت حصلت واحدة من المرات على فكرة بملعب حمدون أيضا المشكلة ما بين اللي حصلت ما بين النجمي والإخاء، أيضا ملعب حمدون كان المدرب وقتها موسى حجاج، أيضا هناك مشكلة كانت حصلت بملعب حمدون ما بين الأهلي صيدا ونادي الخيول. كل اللي بتابع الكرة اللبنانية بيعرف كثير منيح عن شو عم بحكي آنذاك. هناك مشاكل عديدة دائما بملعبنا اللبنانية، إنما طرد المدرب وعدم خروجه قد تكون الحادثة الأولى. وبعرف مني واحد من المؤرخين، أنا واحد من المتابعين طبعا عندما بقول على كل أن بهاللحظات رح روح إلى أرض الملعب مع زميلنا إبراهيم مهبة المتواجد على أرض الملعب لإجراء إحدى المقابلات. مشاهدينا الكرام، التعادل السلبي لا زال يخيم على مجريات الشوط الاول بالمباراه يلي عم تصير بين الانصار والراسينج على ملعب بيروت البلدي. المباراه توقفت بكل بساطه، كنتوا عم تشوفوا يلي صار، احتجاج خطا احتسب على ربيع عطايا، احتج المدير الفني لفريق الراسينج موسى حجاج، فما كان من الحكم الا انه طرد موسى حجاج. رئيس نادي الراسينج جورج فرح عنده راي بهالموضوع. استاذ جورج، يعني يلي عم نشوفه بالفوتبول سابقه صارت، يعني ما في التزامات بالقرارات، يعني عم نشوف شيء خطير مش هيك؟ لانه فوته الملعب ما بتحتم انه تطرد المدرب، فيك تنظره، فيك تعطيه انذار، فيك تعطيه اللي بدك اياه، بس انه يطرده ويقول له يا بتروحوا يا بتوقفوا ما بيصير، ما بيصير. نحن بوضع شفنا شو عم بيصير بمباريات، نحن ما عملنا شيء. اوكي على الصف فات على الملعب خطا، انا عم بقول لك خطا يفوت على الملعب، بس مش نتيجتها كانه ناطرين اذا تنفسنا في شيء. يعني معلش شو يلي رح يصير بالنهايه؟ رح يطبق القانون وموسى حجاج خارج الملعب. خيال نحن مع القانون اصلا، مش بس انتبه مع القانون مشي المباراه، مش مع القانون انه موسى حجاج بيقدر يطلع برا باللي عمله. اللي عمله موسى حجاج ما بيحتم من الاساس. الحكم اوكي بيجي بيعطيه انذار اصفر، بيحكيه بيقول له ممنوع تفوت، اللي بده اياه يطبق القانون بالبنود اللي بتقولها القانون. شفنا نحن شفنا شو عم بيصير وشفنا كيف عم بيصير. خلينا نشوف مجريات الشوط الاول يلي رح تستكمل. عوده لمحمود ترحيني ولي اسيس من اجل متابعه مجريات الشوط الاول. شكرا شكرا لك ابراهيم. اذا عوده الى مجريات المباراه، كنا شفنا بطرف الشاشه من وقت قليل انه موسى حجاج كان عم يخرج من ارض الملعب، وراح المباراه راح تستكمل 14 دقيقه تماما والنصف يمكن كانت توقفت المباراه. عاد محمد درويش والطاقم التحكيمي وعادت اجواء المباراه الكره الارضيه الاماميه داخل المنطقه الكره الراسيه الى خارج الملعب. يعني توقف المباراه لمده ربع ساعه صراحه هذا امر ابدا منه جيد بالنسبه للاعبين، لاعبي الراسينج ولاعبي الانصار، لانه مباراه متكافئه الى حد الوقت ما بين الطرفين. المشكله حلت على ملعب بيروت البلدي، المباراة راح تستأنف. نحن دخلنا على الدقيقة 47، بذكر بذكر على أنه 14 دقيقة ونصف توقفت المباراة بالوقت هناك. الكرة الأنصارية ممكن الكرة العرضية، الكرة إلى خارج أرض الملعب، ركنية لمصلحة الأنصار على امل انه هيدي المشاكل اللي ما عاد نشوفها بملاعبنا اللبنانيه، انما هيدا الامل اللي عم تحدث عنه انا قد لا يحصل وقت هناك. الكره العرضيه لداخل المنطقه، الحكم شو عم بشير؟ عم بشير لخطأ لمصلحة محمد سانتينا بعد اصطدام بينه وبين كريس ريمي. شوفوا كريس ريمي حتى بده يتوجه لمحمد سانتينا للاعتذار، بتدخل دياغو أيضا، إنما كريس بيقول له أنا بس بدي أعتذر لمحمد سانتينا. شوفوا هذا التدخل واضح والخطأ واضح لمصلحة محمد سانتينا. بذكر كل مشاهدينا بالدقيقة 31 كانت توقفت المباراة بسبب مشكلة وبسبب إنه محمد درويش كان طلب من موسى حجاج الخروج من أرض الملعب، ومتابعة الراسينج من دون المدرب يكون موجود على مقعد الاحتياط، إلا أنه موسى حجاج رفض الخروج لمدة 14 دقيقة ونصف. الأمور انحلت المعنيين إدارة الراسينج طبعا، انحكى مع المدرب موسى حجاج، انحكى الكثير، حتى لاعبي الأنصار تدخلوا بابتسامتهم. تدخل العقلاء والمعنيين بهذا الأمر، الامور انحلت. يعني اللي بلشوا يتابعونا هلا محمود عم بيطلعوا عم بيشوفوا 48 دقيقه، فاكرين انه بادي الشوط الثاني، لا نحن بعدنا بالشوط الاول طبعا، والمباراه رح تروح يمكن للدقيقه تحديدا يعني 58 او اكثر شوي كمان، يمكن لل 60 ايضا توصل. طبعا عم نقول انه هناك 14 دقيقه ونصف تقريبا كانت توقفت المباراه، عم ينظر الى ساعته زوران بيسيتش. هذا التوقف ابدا ما بفيد الانصاريين ولا بفيد ابدا فريق الراسينج بالوقت. محمد سانتينا شوف الحركة دائما عم تكون موجودة من كريستريمي،
بالثلث الهجوم مطلوب منه كريستيمي التحرك بشكل مستمر، عنده لياقه بدنيه عاليه كريستيمي. عند مكان كريستيمي مع شباب الساحل، كان شباب الساحل احرز لقب كاس التحدي على حساب النبشيد بوقتها كان المدرب موسى حجاج. يعني هناك بعض اللاعبين حتى على ارض الملعب عم يلعبوا بمواجهه مدربهم السابق، واحد منهم اللاعب اللي عم بينفذ الكره عمر عويضه، عند مكان مع شباب الساحل بالموسم الماضي كان مدربه موسى حجاج. هو الحش حسن اللي بيلعب الكره الطويله، الحارس الانصاري يلي عم يحرس مرمى الانصار اليوم بدلا من حسن مغنيه، واحد من افضل اللاعبين دياجو وسط ملعب الرسنج بيحاول المرور، الحكم بيطلق صافرته. هذا هو جمهور الانصار. عويضه بيحرك الكره لعند علاتات، علاتات بيحاول المرور، بيلعب كرته لعند ربيع عطايا، ربيع عطايا اللي بدا مسيرته مع التضامن سور بيحاول يمر، بتنقطع كرته ايضا مثله مثل نصار، نصار نصار بيحاول المرور، صاحب الرقم 50 بمر بيلعب كره عرضيه خطيره ممكن تكون محاوله، الانصاري جول جول. سالنا عنك كثير، سالنا عنك كثير يا علاء البابا، عم يهدي الهدف للوالده البابا، سألنا عنك انك انت سجلت هدف فقط مع الانصاريين، انما هدف كان رائع بمرمى طرابلس، الاروع اليوم بمرمى الرسنج، تسديده صاروخيه ما الى حل ابدا بمرمى محمد سنتينا. علاء البابا عاد ليكون هو واحد من اللاعبين يلي ممنوع الخطا امامهم داخل منطقه الجزاء. هيدا هو صاحب الرقم 17 عم بيقول لجمهور الانصار فيكم تحتفلوا بهاللحظات، انما المرور المميز لمين؟ لنصار نصار، كره العرضيه كانت خطيره، مرت عن كريستيمي وصلت. يا سلام يا سلام يا علاء البابا، يا سلام، هيدي تسديداتك وهيدي واحدة، هيدي وحدة من الانطلاقات المميزة لنصار نصار اللي بيعمل زيادة العددية الهجومية، ما إلى حل تسديدته لعلاء البابا. ليش ما إلى حل؟ لأنه أصلا من مسافة قصيرة وتسديدي على الطاير فعلا ما إلى حل، كانت بمرمى محمد سنتين لتعلن عن أول أهداف المباراة. إذا الأنصار واحد الرسنج لا شيء، محمد جعفر هدف تعادل ممكن، جول 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 يسكت الجميع، محمد جعفر بهاللحظات عم يسكت الجميع، عم بقول لهم سمعوني بهالوقت سمعوني، محمد جعفر بكل بساطه هدفك ذكي، بكل بساطه هدفك ذكي يا صاحب الرام 9، اصلا انت لاعب ذكي، اصلا انت لاعب موهوب، رديت على الانصاريين بشكل سريع. علاء البابا 1-0، محمد جعفر 1-1، الفريقين متعادلين بهاللحظات. هيدا هو محمد جعفر، هيدا هو لاعب النجمه السابق، هيدا هو لاعب الرسنج الحالي، وهيدي فرحه جمهور الرسنج على يمين المنصه الرئيسيه لملعب بيروت البلدي تحت انظار جمهور الانصار يلي متفاجئ بهاللحظات. عم نشوف بالاعاده ذكي يا محمد جعفر، اصلا هروبك ذكي، اصلا كسرك لمصيده التسلل ذكي، اصلا وضعك للكره داخل الشباك بمنتهى الذكاء يا محمد جعفر، تستحق انه تحمل الرقم 9 يا صاحب الشعر الطويل. بكل بساطه كنت عم تغازل الكره داخل منطقه الجزاء وعم تعلن عن هدف التعادل لمصلحه الرسنج. وينه موسى حجاج؟ واحد من المواهب اللبنانيه يلي فعلا موهبه كثير كبيره بكره القدم اللبنانيه، محمد جعفر عند مكان لاعب بالنجمه كان يعتمد عليه بشكل كثير كبير المدرب موسى حجاج، ومحمد جعفر بكل بساطه هيدا هو هدفه الرابع مع فريق الرسنج، 4 اهداف لمحمد جعفر الى حتى الوقت. 52 دقيقة دخلنا على دقيقة 53، لما كنا ذكرنا أن المباراة توقفت ما يقارب ال 14 دقيقة، أيضا مع الأنصار وأيضا الكرة العرضية، إن محمد سنتينا يخطئ بالتقاط الكرة، بيعود الكرة لمصلحة الرسنج، مباراة جميلة جدا. أصلا المباراة كانت جميلة من بدايتها. رائعة المباراة فعلا، فعلا كانت مباراة جميلة من بدايتها، إنما أوقفت المباراة واشتعلت بهاللحظات، بعد ما أوقفت اشتعلت المباراة بشكل سريع بالوقت لربيع عطايا. عم بيقول الحكم المساعد الاول هشام انصر انه ربيع عطايا عائد من التسلل لانه شارك بالكره، عائد من التسلل، كانت رايته مرفوعه لهشام انصر، كان يقظ بالحاله الاخيره بالوقت هناك الكره الثابته الرسنجويه، الرسنج يلي عاد النتيجه بشكل سريع بعد مرور فقط دقيقتين بالوقت هناك، انطلاقه كايرو، وايضا كايرو كان سجل 3 اهداف مع فريق الرسنج، محمد جعفر 3 اهداف، هدفين بمرمى طرابلس، هدف بمرمى الاجتماعي، هيدا هدف الرابع لمحمد جعفر بالبطوله، صاحب الرقم 9.
1-1 اصبحت النتيجه يعني بدقيقتين كانت تغير شكل المباراه، تغير شكل المباراه. هذا الخطا اللي كان احتسب على محمد جعفر، الامور واضحه كانت باللقطه الاخيره على الاثاث، يعني وجدوا نفسهم الانصار المتقدمين بحوالي الدقيقه، كانوا وجدوا نفسهم متعادلين. مباراة صارت خاصة بين محمد جعفر وجمهور الأنصار. مباراة خاصة محمد جعفر كان عمل حركة للأنصاريين عندما سجل هدف التعادل بالوقت اللي أيضا محمد عطوي بيلعب بتمريرة أمامية، هيدي انطلاقة محمد كرحاني خطيرة المحاولة الأنصارية، كرحاني بيحاول المرور بعد عم يتقدم بيلعب كرة عرضية، كرة عرضية بتنقطع وأيضا دفاع الرسنج عم بيكون فايق بهاللحظات، مطلوب يعني دفاع الرسنج ما يخطئ بهالوقت، الوقت اللي هناك قيادة من أندريه فيتيلارو بخط الدفاع، أندريه فيتيلارو واحد من اللاعبين المهمين بتشكيلته للمدرب موسى حجاج على طريقه الكورنر، هيدي رميه التماس بتلعب لداخل المنطقه دائما البحث عن راسه لكريستيمي، راسه لكريستيمي بتوصل كره سهله بين يدي محمد سانتينا، بحاول يلعب الكره الطويله، يعني شوف عم نلاحظ الراسنج بهاللحظات ما عم بياخذوا وقته ابدا، عم بيحاولوا يلعبوا كرات جميله جدا، دييغو دي اندرادي بحطها لعند محمد جعفر صاحب الهدف الجميل والاداء الاجمل بهالمباراه وبكل مباريات الراسنج. خطا لمحمد جعفر، فعلا عم بيقدم مباريات رائعة، لاعب يدرك تماما كيف يلعب تحت الضغط، تحت ضغط الجمهور، تحت ضغط اللاعبين. ما بعرف اذا رح يتمكن جمهور الانصار من اخراج محمد جعفر من اجواء المباراة. على كل حال احنا بالدقيقة 56، وحدة من المباريات النارية الشيقة جدا بدوري الفا لكرة القدم، فيها كل شيء. بنذكر 56 دقيقة، احنا بعدنا بالشوط الاول، ما زلنا بالشوط الاول بسبب توقف المباراة لمدة 15 دقيقة تقريبا بسبب رفض موسى حجاج خروجه من ارض الملعب. جعفر بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ما الكرة عم تتروض بالصدر، بتعود مجددا بمحاولة لبناء هجمة مرتدة للانصار، ملعوبة لعند القارحاني، قارحاني بيروح لياخذ مكان على الطرف الايسر، بيلعب التمريرة الأمامية، محمد صادق من لمسة وحدة للأمام، كايرو دي أندرادي بيعمل كنترول، خطر راسنج، خطر كثير بهالمباراة، بيتقدم عندنا ملحم واحد على واحد بمرمي الأول، ولكن عمر عويضة موجود بكل خبرة ليستخلص الكرة، معتز بالله الجنيدي بيلعب الكرة إلى خارج أرض الملعب، إرباك واضح بين لاعبي الأنصار بهالدقايق، من فور تسجيل محمد جعفر للهدف، عم نشوف إرباك واضح للاعبي الأنصار. حسين سيد بيلعبها لعند سيرج سعيد، سيرج بيحاول المرور، ما زالت الكره راسنجاويه بتنقطع من مدافعي الانصار، معتز بيلعبها لعند صاحب الهدف الوحيد للانصار بهالمباراه علاء البابا لعند كريس تريمي من افضل لاعبي المباراه دييغو دي اندرادي. الكره موجوده حاليا لعند علاء البابا، علاء لعند كريس بتتحضر ممكن التسديد ملعوبه داخل منطقه الجزاء، الحكم شو بيقول؟ ما في اي ركله جزاء، واضحه واضحه الامور، الحكم بيقول ما في اي ركله جزاء المطالبه من كريس تريمي لورينيان بركله الجزاء، انما الحكم هو القريب وهو اللي اعطى رايه بالكره الماضيه. الكره حاليا الراسيه بتعود سيرج سعيد، بيلعب الكره طويله على الطرف الايمن جميله جدا لعند عدنان ملحم، ممكن ينفرد عدنان ملحم، ولكن محمد قارحاني 10 على 10 بالكره الماضيه. عم نشوف بالاعاده محمد عطوي بيلعب التمريرة جميلة لكريس تريمي لورينيان بين ثلاث لاعبين من الراسينج. طبعا نذكر مشاهدينا ان لازلنا بالشوط الاول بهالوقت، الكرة لعند كريست، كريست بيلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء، انما سانتينا موجود على مساره، هذا اللي عم بحكي عنه، سانتينا دائما عم بحاول بناء هجمات مرتدة بيده لعند محمد جعفر، اما الكره حاليا انصاريه ربيع عطايا بيعكسها داخل منطقه الجزاء، التحضير التسديد، اوه التسديد رائع جدا والتحضير اروع كان من علاء البابا لمحمد عطوي، لو دخلت الكره واحد من الاهداف الجميله جدا، محمد عطوي بيلعبها ولكن السنتينا كان موجود، هجمه مرتده شو هالمباراه، ملا مباراه اليوم، خطا كبير من السيد، الكره العرضيه وين الراسيه؟ الراسيه راسنجاويه بتعود مجددا على مشارف المنطقه، صاحب المهاره صاحب الامتاع الدائم ربيع عطايا من الطرف الايمن، ولكن الكره مقطوعة إلى ركن التماس. مباراة من أجمل المباريات، مباراة كلها إثارة وكلها متعة، عم يتقدم نصار نصار داخل منطقة الجزاء ولكن الخطأ خارج المنطقة، حكم بيقول ما في خطأ، حكم مباراة بيقول ما في خطأ، نحن بالدقيقة دخلنا على الدقيقة 59 ومنذكر مرة جديدة نحن بعدنا بالشوط الأول. طبعا عم نذكر باستمرار نحن بالشوط الاول على اساس يا سلام يا سلام يا محمد عطلو يا سلام ايضا يا علاء البابا، لكن مكان وقوفه تماما للسنتينا ساعدته كثير الكره، لو كانت باحدى الزوايا لكان بالتاكيد صعب كثير الكره الماضيه، الكره بتعود خطا كبير كان ممكن يكون، ولكن التايمينج موجود، التوقيت موجود، علي الحاج حسن
انطلاقه جديده للانصار، دائما عم بيصنعوا بايقاع اللاعب كريستيان ميلو رينيان، لاعب الساحل السابق، بيلعب الكره للطرف الايسر، القرحاني بيتقدم، القرحاني بينطلق بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء على البابا كريستيان ميلو، الدربك والتسديد، انما الكره عم بتمر فوق العارضه والحكم كان عم بيقول هناك تسلل، راي التسلل رفعت بالكره الماضيه على كريستيان ميلو رينيان. انا بعتقد هناك فقط بعد دقيقه واحده من الوقت الاصلي من الشوط الاول، ولا حيكون في كثير وقت، واحد فقط على الضائع، الدقيقه كحد اقصى، الكره حاليا عم تلعب مقطوعه من انس ابو صالح لعند ربيع عطايا، ربيع ما بيوصل على الكره الماضيه، عباس عوض بينطلق لاعب الانصار السابق بحطها لعند جعفر اللي عم يتعثر بارض ملعب بيروت البلدي، ما كان ناقصه يتعثر مع جمهور الانصار، قلت لكم في مباراه خاصه بين محمد جعفر وجمهور الانصار من لحظه تسجيل الهدف التعادل، الكره طويله الى خارج ارض الملعب، ربيع عطايا عم يعتذر بكل روح رياضيه من عباس عوض اللي عم يتألم، عم نشوف مصطفى حجاج عم يعطي التعليمات، اكيد التعليمات عم توصل بطريقه غير مباشره، بس الكيس عبد جان موجود على خط الملعب حاليا مساعده للمدرب مصطفى حجاج كاسو المعروف جدا بكره القدم اللبنانيه، الكره حاليا وخطا جديد لمحمد جعفر، مباراه خاصه لمحمد جعفر، أربع أهداف بدوري ألفا لكرة القدم، شوفوا المهارات وشوفوا الخطأ الواضح أيضا من ربيع عطايا، أكثر لاعبين بيمتازوا بالمهارة من الفريقين، جعفر للراسينج وعطايا للأنصار بالإضافة أيضا لسيرج سعيد. فعلا مثل ما قلت دقيقة فقط كانت على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول ودقيقة للوقت المحتسب بدل عطايا، اللي عم تشوفوا على الشاشة الدقيقة 60، نحن بعدنا بزمن الشوط الأول وهناك دقيقة فقط من الوقت المحتسب بدل عطايا. جعفر بيلعب الكرة مباشرة داخل الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية موجودة من عند الحاج حسن، الكرة كانت مباغتة جدا لداخل منطقة الجزاء، الكرة ما زالت مع الراسينج، سندي بادا الكرة اللبنانية عم بيقدم شوط أول جميل جدا على البابا، قدر مرتدة كريستيان ميلو راح ياخذ مكان، التمريرة لعند مين؟ ربيع عطايا، بهالأماكن خطير، بهالأماكن مثير عطايا مع كريست، راح يتقدم ربيع، ربيع بمر راح يسدد، راح يسدد ربيع بيسدد مباشرة، إنما التسديدة جنب القائم الأيسر، بهالأماكن ربيع خطير وبهالأماكن ربيع بإمكانه التسديد، ولكن كان بإمكانه أيضا تمرير الكرة لكريستيان ميلو، فضل الحل الفردي والتسديدة على يسار الحارس محمد سانتينا، بس ربيع عطايا يوسع لنفسه بده يسدد من هالجهة بالتأكيد رح يسدد، وأيضا عنده خطورة كثير كبيرة هاللاعب، لأنه ممكن تعرف شو ممكن يعمل، يمر من اليمين من اليسار يسدد يلعب التمريرة، أحد أخطر اللاعبين بالدوري بهالعام ربيع عطايا، وباللحظات حكم المباراة أما الدرويش عم بيعلن عن نهاية الشوط الأول، أطول شوط أول يمكن بتاريخ الكرة اللبنانية إذا ماني غلطان، 62 دقيقة عم تنتهي حاليا بالتعادل الإيجابي بين الأنصار والراسينج 1-1، لحظات قليلة ومن بعدها رح نعود معكم إلى الشوط الثاني. إذن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي، الشوط الماراثوني اللي استمر حوالي الساعة من الوقت بسبب توقف المباراة حوالي ربع ساعة إثر طرد المدرب موسى حجاج من قبل حكم المباراة محمد درويش، على كل حال على البابا ومحمد جعفر هن اللي سجلوا هدفي المباراة، كابتن حسن أيوب يعني شفنا كل شيء بهالمباراة، شفنا أهداف، شفنا طرد، شفنا أيضا يعني استفزاز من محمد جعفر لجمهور الأنصار بعد ما سجل الهدف، كيف شفت هذا الشوط؟ الأنصار بعده عنده مشاكل دفاعية بكل مباراة عم يتلقى أهداف، صحيح يعني شفنا شوت في كتير أمور إيجابية وسلبية، الأمور الإيجابية أنه كان في سرعة بالإداء، شوت مثير صح. مثير لكن في بعض الفوضى وكان فقير تكتيكيا، يعني كان في نشاط إنما الفقر التكتيكي كان عبر عدم تطبيق اللاعبين لمراحل بالشوط، من المفترض يكون في جمل تكتيكية تناقل الكرات وخلق مساحات وتحرك بدون كرة منظمة بتكون الأمور، على عكس ما شفنا أنه ما في تنظيم كتير، كان في اعتماد على بعض اللاعبين اللي برزوا بهذا الشوط مثل محمد جعفر من جهة الراسينج وغازي حنيني، ومن جهة الأنصار ربيع عطايا ونصار نصار، يعني في تميز الجبهة اليمنى أصدق لهذه الأنصار، يعني بدك تشوف أنت ليه ما كان في تنظيم على المستوى التكتيكي، يعني
ابرز شيء انه ببين لك ما في تنظيم، الانصار سجل هدف وتلقى هدف بدقيقه بعدها بلحظات، بعدها بلحظات لا يعني مضى انه شوف الهدف الانصاري يعني هون قله التركيز. من المفترض انه يكون في استيعاب لرده الفعل للراسينج. كابتن حسن يعني ملاحظ بكل المباريات مؤخرا هناك لاعب ثابت مستوي عم يكون بالانصار، نصار كثير عم يكون مفتاح وحل هجومي خاصة. يعني أنا إذا بدي اختصر الكلام عن نصار بقول نصار مكسب كبير للأنصار هذا الموسم، لأنه أثبت أنه هو أخذ مكان لاعب متميز هو حمزة عبود. صحيح. وهي من أصعب ما يمكن أنك أنت بعض اللحظات كابتن محمد جعفر بينفرد، شوف يعني كرة يعني ضربت دفاع الأنصار. نحن بنحكي عن الهدف الأول، هلأ هنحكي عن الثاني. هون إذا بتشوف الهدف الثاني محمد جعفر سجله بطريقة ذكية، لأنه حارس المرمى ساعده بأنه يسدد بهذه الطريقة. حارس المرمى كان كتير متجه على الجهة المقفلة، على الزاوية المقفلة اليمنى، وفاتح الجهة اليسرى أو فاتح المرمى مشرعه للمرمى. كيف شفت أداء الحارس علي الحاج حسن بديله لحسن مغنية بقرار فني من المدرب الصربي زوران بيسيتش بهالمباراة؟ كيف شفت التقييم؟ ولو أنه ما فينا نقيم أكيد لا من مباراة ولا اثنين، بس بشوط هيك يعني هو مختبر بكرات صريحة، إنما بالكرات الوسط له عنده شوية توتر، كان بدا عليه انه شويه توتر بالتعاطي مع كرات، وفي كره كانت اول شوط انه طلع بطريقه خاطئه وانقذها انس ابو صالح. صحيح. هون كمان انا شفنا فرصه لمحمد عطوي. كابتن حسن رح نحكي اكثر عن هالمباراه على الشوط الثاني، لكن بعد هالبريك مشاهدينا خليكم معنا. راح فيكم مشاهدينا مره جديده، بدنا نذكر انه الشوط الاول انتهى بتعادل الايجابي 1-1 بين الراسينج والانصار. ايضا كان هناك مباراه اليوم عم انطلقت بافتتاح الاسبوع، اسبوع التاسع، جمعيه الاجتماعي والنبشيت، وانتهت بفوز كبير للنبشيت 4-1. مع العلم انه الاجتماعي هو اللي افتتح التسجيل بالشوط الاول عبر هشام نابلسي، لكن النبشيت قدر يسجل 4 اهداف من توقيع قاسم مناع، حسن العوطه، مامادو درامي وعلي بزي. اذا النبشيت صار معه 14 نقطه ودخل من جديد باجواء المنافسه. كابتن حسن ايوب، كان عندك تعليق على الهدف الاول للانصاري اللي سجله علاء البابا؟ يعني شوف اللاعب كيف انطلق، تشوف انت تمركز لاعبي الراسينج اللي بيخرجوا من اللعبه عاده، يعني بيخرجوا حالهم من اللعبه. شوف على الاتات باطئهم بالتمرير، مرر لربيع عطايا اللي استلم وبدوره ربيع، ما لعب كره سهله لنصار انما من قدم لعب الراسينج. نصار هو عمل جهد بدني وبذكاء بيقدر انه يتخطى ثلاث لاعبين بحركه واحده، وهو الثلاث لاعبين تمركزهم خاطئ. وهم مش المشكله تقع هون عدم الرقابه اللاسيئه، لانه المتميز علاء البابا يجيد التسديد بفيرست تايم، وهذه هي ابرز ميزته لعلاء البابا بعد تمريره متقنه من نصار. هذا هو كان هدف الانصار. اذا بنذكر علاء البابا واحمد جعفر هن سجلوا هدفي المباراة. الأنصار مطالب بالفوز بكل تأكيد ليرجع يستعيد الصدارة مؤقتا. نطلع على بنش الأنصار، حسن شعيط وشبريكو، حمزة عبود، برونو الزغبي، بلال نجدي ومحمود كجو. كيف تشوف ممكن يعني يستعين بأوراقه؟ أكيد المدرب بينظر لظروف المباراة بشوط الثاني كيف بدها تبلش، هو أكيد عينه على الفوز. ممكن يعمل تغييرات تكتيكية بالملعب، ممكن يخرج عمر عويدة ويرجع محمد عطوي للمركز للارتكاز ويشرك برونو مكان محمد عطوي، وممكن يخرج محمد عطوي ويبقى على عمر عويدة ويلعب برونو. طب لما بشيل واحد من قلبين الدفاع وبرجع نص ملعب لورا يعني ممكن على الاتات بيرجع ممكن خيار صحيح على الاتات بيرجع كقلب دفاع وبيشرك لاعب بخط الوسط بحاجة لانه يستمر باللعب بمنطقة الراسينج. يعني الانصار بحاجة لانه الراسينج عم يلعب بهجمة مرتدة وسريعة، والانصار اللي عم يسمح له يعني بالثغرات الدفاعيه، بعدم الرقابه، بعدم اغلاق المساحات، بعدم عمليه الترحيل، عم تلاقي عندهم مشكله الانصار. كابتن برايك تعادل امام الانصار يرضي الراسينج اليوم؟ اكيد الراسينج هو بيطمح للفوز، بس عم يلعب بشكل انه يقدر انه يخطف المباراه، والراسينج من اصعب الفرق اللي بتتلقى اهداف بوجود محمد سانتينا اللي هو يعتبر الجند المجهود. يعني تشعر كابتن يعني من بعد الشوط الاول انه الراسينج فعلا قادر يسجل من كل هجمة، يعني عم يوصل على الجول للراسينج؟ الراسينج فريق جيد انما مش متكامل، لانه الراسينج بعده بطريقه تقليديه من موسمين بيلعبها وبيعتمدها. شكرا كابتن حسن ايوب. الى احداث الشوط الثاني من مباراه الراسينج والانصار.
مجددا تحيه لكم مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا، عوده الى ملعب بيروت البلدي، عوده الى مباراه الانصار والراسينغ. شوط اول كان انتهى بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1. هذا هو المدرب موسى حجاج اللي عم يتابع فريقه اذا من خارج ارض الملعب، عم يتابع فريقه ايضا عم يعطي التعليمات عبر بعض الوسائل. على كل احوال الشوط الاول انتهى بالتعادل الايجابي 1-1 والمشكله انحلت يعني بالوقت هناك، رمي التماس لمصلحه الانصار، الكره بتتنفذ لداخل المنطقه يعني اول دقيقه من بدايه الشوط الاول. ذوي الاحتياجات الخاصه ايضا عم بيتابعوا مباراه اليوم بالوقت هناك، الكره العرضيه انما الكره بتمر عن الجميع. لا شك يعني اللي حصل بالشوط الاول تحديدا بالدقيقه 31 عندما اوقفت المباراه، كان الحكم طلب من المدرب موسى حجاج الخروج من ارض الملعب ومتابعه فريقه من دون وجود المدرب على مقعد الاحتياط، انما المدرب موسى حجاج ما كان صاع لاوامر حكم المباراه لمده 14 دقيقه كان بقي على ارض الملعب، من ثم يعني تدخل بعض المعنيين، وبالنهايه طبعا يعني المدرب موسى حجاج له باع طويل بالملاعب اللبنانيه، يعرف انه هيك نوع من الامور يجب ان يحل، صح انه طول للحل انما بالنهايه انحلت الامور وخرج موسى حجاج ومتابعه المباراه. هذه الكره الاماميه عدنان ملحم على الجهه اليمنى، النتيجه 1-1. مباراه جميله جدا بالشوط الاول مع تدخل عم بيكون من محمد قرحاني، انما الحكم يشير لانه هناك ركله مرمى لمصلحه علي الحش حسن. بذكر باهداف مباراه اليوم، الهدف الاول كان عن طريق علاء البابا، هدف التعادل كان عن طريق محمد جعفر. 1-1 نتيجة اللقاء بالوقت لمحمد سنتينا أو بالوقت على الحش حسن بيلعب الكرة الطويلة الأمامية، الأنصار على يمين المنصة الرئيسية عم بيهاجم من يمين المنصة إلى يسارة، يعني من يمين الشاشة إلى يسارة، الراسينغ باللباس الأزرق من يسار الشاشة إلى يمين. هذا هو الحكم الرئيسي محمد درويش يلعب، تكون قراراته صارمة، عم بيشير لخطأ لمصلحة الراسينغ مع قائد الراسينغ سيرج سعيد. هذه المراقبة اللصيقة واضحة من نصار نصار إلى جنبه لمحمد جعفر وانطلاقة الراسينغ، الراسينغ بالهجوم بهاللحظات. هذه انطلاقة عباس عوض، هل تعرض لخطأ عباس عوض؟ إيه هناك خطأ لمصلحة الراسينغ بهاللحظات، خطأ قريب من تواجد جمهور الأنصار. نأمل اكيد محمود ان الشوط الثاني يكون على نفس القدر من الاثاره مثل الشوط الاول، بدون ادنى شك على نفس المنوال. الشوط الاول كان مثير وخاصه باواخر الشوط الاول كان شهد هدفين باقل من دقيقتين، هدف للانصار وهدف لفريق الراسينغ. اصابه ربيع عطايا لا زال موجود على ارض الملعب، نجم الانصار وهداف الانصار بست اهداف، لو محمد جعفر ايضا هداف الراسينغ باربع اهداف، وهذا حديث ما بين محمد جعفر وعمر عويضة، هو الحديث الدائر ما بين اللاعبين، انما بحديث بشكل هادئ، انما العصبيه واضحه على وجهه لعمر عويضة المنتقل حديثا الى الانصار. نقدر نحلل شو ممكن يكون الحديث، يعني بنعرف نحن انه بتربطهم صداقه اكيد لكل اللاعبين، اغلب اللاعبين اصلا يعني بتربطهم صداقه، يعني لبنان اصلا لبنان صح. يعني صغير وبنفس الوقت كبير. لحظه تسجيل هدف ولا طبعا محمد جعفر في مباراه خاصه مثل ما قلنا محمود لكل اللي عم يتابعونا بين الجمهور محمد جعفر، يلي عم بيصير هلا صار محمد جعفر عم يلعب ميله جمهور الانصار، عم بينصح عمر عويضة انه ابتعد شوي عن هالميله. طبعا صعب الابتعاد عن هالجهه لانه محمد جعفر بيمتلك امكانيات عن هالجهه، بيلعب الكره الاماميه، انما الكره كانت سيئه جدا لمحمد جعفر، اسمعوا جمهور الانصار راحت الى خارج الملعب. لا شك انه بده يحاول جمهور الانصار الضغط على محمد جعفر اكثر فاكثر، لانه هو واحد من ابرز لاعبي فريق راسينغ بالاضافه الى دياغو بمنتصف الملعب، ايضا كايرو بخط الهجوم، ما بدنا ننسى يعني امكانيات سير سعيد وايضا غازي حنيني بخط الوسط بالاضافه الى اندريه فيتيلارو بقلب الدفاع. هذه الكره الانصاريه محمد عطوي على الجهه اليمنى، محمد عطوي بيحاول المرور وبيوقف على كره بينتظر نصار نصار يروح ياخذ المكان، هذا مع محمد عطوي بالوقت هناك، هذا الكره العرضيه لداخل منطقه الجزاء سهله هالكره عم تكون بين يدي محمد سنتينا، محمد صادق ممنوع الاخطاء، بده ينتبه محمد صادق، الضغط واضح من علاء البابا وايضا من عمر عويضة، انما هناك مرور تدخل بشكل قوي جدا، وهيدي انطلاقه
عدنان ملحم، عدنان ملحم بيلعب كرته الاماميه، حسين سيد على الطرف الايمن بيحاول يمر حسين سيد، التغطيه ايضا دفاعيه حاضره من معتز بالله الجنيدي، قلبي دفاع الانصار معتز بالله الجنيدي، انس ابو صالح على الاطراف موجودين محمد كرحاني ونصار نصار، هذا هو معتز بالله الجنيدي اللي كان عنده مرور احترافي بالعراق ايضا بالامارات بالوقت هناك. الرسنج بالهجوم مع سير سعيد قائد الرسنج بيلعب كرة الخلفيه لعند محمد صادق مجددا مع الرسنج، كره عند غازي حنيني بعيد كرته لعند فيديلارو، شوف الضغط من لاعبي الانصار البرس العالي اللي عم بيقوموا فيه لاعبي الانصار على لاعبي فريق رسنج من اجل الحصول على الكره، هيدا الضغط كبير بخلي لاعبي رسنج يلعبوا الكرات بشكل خاطئ، هيدي وحده منهم رمي التماس لمصلحة الأنصار، هذا هو غازي حنيني وهذا هو مدرب الأنصار زوران بيسيتشاني بيأمل اليوم إنه يحقق النقاط الثلاثة، بيأمل اليوم متابعة مسيرته الناجحة مع الأنصاريين مع ربيع الضايع، شوفوا الزيادة العددية الهجومية عن طريق نصار، نصار سريع جدا بيلعب كرة عرضية خطيرة محاولة الأنصارية، هذه الكرة الرأسية خطيرة، هيدي الكرة الرأسية كانت خطيرة من كريس تريمي إنما الأخطر كرة العرضية لنصار نصار، دائما ربيع عطايا نصار نصار على الجهة اليمنى، هيدي الكرة العرضية وهيدي الرأسية ما أصابها بالشكل الصحيح كريس تريمي، لو مرت الكرة كان متحفز محمد عطوي كان بإمكانه إيداع الكرة داخل الشباك، لو وصلت الكرة لمحمد عطوي بده ينتبهوا دفاع الرسنج لأنه هناك الفراغات والمساحات أصبحت واضحة والضغط الكبير من لاعبي الأنصار، هل رح يقدر يتابع الأنصار بهالضغط؟ هل بإمكان لاعبي الأنصار المتابعة بهالضغط الكبير؟ لأنه هيدي اللعبة تحتاج لياقة بدنية عالية، الضغط على حامل الكرة بالوقت، هناك الكرة لعند محمد كرحاني، أنس أبو صالح بيتدخل بيعيد الكرة أنصارية على الأتات، لا أسرع منه عم بيكون موجود محمد جعفر مش لوقت طويل بيستعيد الكرة الأنصار، وهيدي تمرير لعند ربيع عطايا خطير، ربيع عطايا أمامه مساحة، ربيع عطايا يعني إذا كانت المساحات ضيقة بالوقت بيلعب تمريرة أمامية محمد عطوي، بمر محمد عطوي إنما التغطية الدفاعية محمد صادق، محمد صادق بيقوم بالتغطية الدفاعية المميزة، وأيضا عباس عوض عم بيقدم مستوى لافت صراحة إلى حد الوقت من دون أخطاء، عم يعمل الزيادة العددية الهجومية وبنفس الوقت التغطية الدفاعية، هيدا مرور عم بيكون من دييغو، وهيدي انطلاقة الرسنج عن طريق حسين سيد منه سريع على الجهة اليمنى، حسين سيد الأسرع منه عم بيكون موجود على البابا، عم بيطالبوا بخطأ الأنصار، وهيدي تمريرة أمامية محمد كرحاني بمستوى ثابت صاحب الرقم 8 ولياقة بدنية عالية بيلعب تمريرته أمامية ممكن يكون الخطورة كثير كبيرة الأنصارية، محمد عطوي تأخر محمد عطوي تدخل وخطأ لمصلحة محمد عطوي، سير سعيد تدخل واضح كان من الخلف على محمد عطوي، محمد درويش سريعا كان قريب من الحالة، بطاقة صفراء أيضا لسير سعيد، محمد درويش مباراته رح تكون صعبة يعني أنا وأنت محمود أكيد وكل المتابعين بيتوقعوا المباراة رح تصعب على حكم المباراة كما تقدم الدقائق، خاصة هيك نوع من المباريات مباراة مشحونة يعني مشحونة من لحظة بعد المشكلة اللي حصلت بالدقيقة 31 حاليا لداخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية الدفاعية حسين سيد جميل جدا المرور، وأيضا المرور الماضي لحسين سيد بحاجة طبعا لقوة شخصية كثير كبيرة، يعني خاطر نوعا ما بالكرة الماضية مضغوط من لاعبين فضل عدم التشتيت، فضل المرور بين لاعبين ونجيح وكسب خطأ، محمد درويش حكم المباراة اللي كان طرد المدرب موسى حجاج بالشوط الأول، الكرة ملعوبة طويلة حاليا الصادق بيلعبها على مشارف منطقه الجزاء مقطوعه من مين؟ من انس ابو صالح، انس ابو صالح بيترك الكره لعند ربيع عطايا، ما شفنا بعد ربيع عطايا بكامل مستواه اليوم، طبعا ربيع عطايا مستواه اعلى من هيك، اعلى من ما عم يظهر عليه بهالمباراه، اليوم منه بمستواه الطبيعي، ولكن طبعا شوفوا ملا تمريره رد علي مباشره ربيع عطايا وبرر تمريره سحريه بكعب القدم، انما التغطيه الدفاعيه موجوده الى خارج ارض الملعب، ربيع بيلعب الكره نصار نصار، نصار مع عمر عويضه فضل المرور بعيد كرة للخلف لعند معتز بالله الجنيدي، معتز بعيد كرة للخلف علي الحاج حسن بأولى مبارياته مع الأنصار بديلا لحسن مغنية، وهناك راية تسلل بالكرة الماضية، راية تسلل إذا بالكرة الماضية، اللعب أندري فيتيلارو الروماني بيلعب كرة طويلة، عم نشوف بالإعادة حالة التسلل كريستيانو رونالدو عائد، هناك أوف سايد، الكرة معتز بالله الجنيدي بيلعب كرة طويلة إلى خارج أرض الملعب، هدأت نوعا ما المباراة بهالدقائق ببداية الشوط الثاني، نهاية الشوط الأول كانت مثيرة جدا، أما بداية الشوط الثاني
المباراة ما زالت مثيرة ولكن أقل نوعا ما من نهاية الشوط الأول. هذا الأمر كان متوقع، لكن طبعا مع تقدم الدقائق رح تشتعل ترجع المباراة، بما أن الأنصار بحاجة للنقاط الثلاثة. أيضا الراسينج عم يبحث عن نقاط ثلاثة جديدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما الأنصار فوز بخليه يوصل إلى النقطة رقم 17 بصدارة دوري ألفا لكرة القدم. هذا هو على الحاج حسن اللي عم يلعب الكرة إلى منتصف الملعب. كريستيانو رينيو بالراس وصل للكرة، ملعوب لعند ربيع عطايا. ربيع بحاول الترويض، بينجح بالترويض ربيع عطايا، طبعا رح ينجح بالترويض، بحاول الأول من الثاني، لكن الكرة عم تنقطع إلى خارج الملعب، مقطوعة من غازي حنيني. لحد هلا فينا نقول غازي حنيني وعباس حوض نجحوا بالمهمة بالسيطرة نوعا ما على ربيع عطايا، ما زال متحرك، ما زال مهاري، ولكن أقل خطورة من مبارياته السابقة. ربيع عطايا بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن مقطوعة على الرأسية. محمد صادق خطأ كثير كبير بالتغطية الدفاعية، والكرة بتروح لعند محمد جعفر بالطول إلى خارج أرض الملعب.
مشاهدينا الكرام كمستوى اعلى بكل صراحه، مستوى بهالمباراه اقل نوعا ما. راسنج عم بيقدم مباراه جيده وجميله جدا لحد الدقيقه 61، دخلنا على الدقيقه 62 والكره لعند غازي حنيني بيلعبها لعند عباس عوض على المتحرك بهالمباراه. محمد جعفر احد النجوم ممكن يمر من انس ابو صالح، بمر ممكن يسدد بيسدد مباشره، انما الكره الى ركله ركنيه. محمد جعفر انطلق مر سدد، الكره بتصطدم بمدافعي الانصار الى ركله ركنيه. شوف بالاعاده المطالبه بخطا ربيع عطايا، عباس عوض، ربيع عطايا ما اصاب الكره، عباس عوض اللقطه الماضيه. على كل حال الكثير من الجدل على الحكام بكل المباريات. الركنيه حاليا عند اللاعب محمد جعفر، وعند الرأسيه انصاريه، ما زالت الكره على مشارف المنطقه ولكن بتنقطع بهجمه مرتده. ربيع عطايا بيحاول المرور، ربيع بمر، ربيع بيحصل على خطا ربيع عطايا هالمره خطا. طبعا يعني ربيع عطايا واحد من اللاعبين اللي يعني صعب يتوقف الا بخطا، هذا امر واضح يعني من بدايه البطوله اغلب اللاعبين المهاريين صعب يتوقفوا الا باخطاء. هيدي انطلاقه انصاريه، الرسم كان بامكانه تسجيل هدف ثاني لو ما كرته لسير سعيد كانت اصطدمت بالعرضه. هذا هو ربيع عطايا فاصل من المراوغه بيلعب تمريرته الاماميه، ايضا الكره العرضيه لداخل المنطقه خطيره، ممكن راسيه، ممكن الراسيه من كريستيني، هناك راسيه من كريستيني انما راسيته كانت عاليه عن مرمى محمد سانتينا صاحب الرقم 9. كريستيني ما عم يقدر يهز الشباك بمباراه اليوم يلي هالشباك الصفا، وايضا هالشباك الساحل مرتين، ثلاث اهداف لكريستيني. عم شوف بالاعاده كرته الراسيه كانت عاليه عن مرمى محمد سانتينا ايضا مع الراسينج. إذا الأنصار منه بالمستوى إنما عم بواجه واحد من الفرق القوية من بداية البطولة، هيدي انطلاقة أنصارية، هيدي الكرة العرضية، لا ما في كرة عرضية، أيضا الكرة العرضية لداخل المنطقة. ربيع عطايا المتحرر الخطوط الأمامية، عمر عويضة كرته لعند معتز بالله الجندي، لياقة بدنية عالية صراحة عند اللاعبين إن كان لاعبي الرسنج وإن كان لاعبي الأنصار، إنما هذا هو أنس أبو صالح. شو عم يعمل أنس أبو صالح؟ ما بعرف ما لها تفسير هيدي الكره اللي لعبها انس ابو صالح، انما التفسير ممكن يكون واضح وصريح عند ربيع عطايا. ربيع بيوقف على كرته، بمر ربيع عطايا بيلعب تمريرته لعند علاء البابا، بتنقطع الكره من حسين سيد بتعود لعند دييغو احد افضل لاعبي الرسنج بخط الوسط، بيلعب كره لعند عدنان ملحم على الجهه اليمنى. عدنان ملحم بمواجهه ثنائيه بينه وبين معتز بالله الجنادي، يعني معتز بالله الجنادي عم يعمل التغطيه الدفاعيه من منتصف ملعب الانصار. هناك حذر بخط دفاع الانصار، محمد عطوي بيلعب تمريرته لعند كريست ريمي، كنترول سيء من كريست او انه ارضيه الملعب هي السيئه، بالحالتين الكره عم يخسرها كريست ريمي، بتعود لعند غازي حنيني. ايضا عباس عوض مجددا مع محمد جعفر، عباس عوض غازي حنيني، شوفوا يعني تنقل الكرات بشكل سهل، السهل الممتنع عند لاعبي فريق الرسنج. هيدي صراحه يعني لمسة موسى حجاج على أداء فريق الرسنج، كلنا بنعرف فريق الرسنج على أيام لوربالا وعلى أيام عدم مولدوفان الكرات الطويلة هي سيدة الموقف دائما بمباريات الرسنج، إنما موسى حجاج كرته معروفة، الكرة الحديثة أصلا لأنه المدرب موسى حجاج كان لاعب ممتع على أرض الملعب، بحاول ضمن إمكانات لاعبي فريق الرسنج انه ايصال الكرات بشكل قصير واللعب بشكل سهل. بالوقت هناك كره طويله اماميه ايضا دفاع الرسنج تحديدا محمد صادق من دون اخطاء الى حد الوقت. عمر عويضه بيلعب كره طويله عم بيطالب بخطا، ايه فعلا هناك خطا لمصلحه عمر عويضه. شوفوا سير سعيد عم بياخر تنفيذ الكره الثابته الانصاريه، بتقول الكره لعند محمد عطوي، هيدي كره طويله ما في تسلل، هناك تسلل، كان الحكم انتظر لتدخل كريست ريمي على الكرة الأخيرة من أجل رفع رايت التسلل. طبعا تحدث عن الحكم الثاني بلال الزين، وهيدي انطلاقة حسين سيد، بمر حسين سيد لوحده بياخذ الأمور على عاتقه، بعده عم ينطلق ممكن يلعب الكرة العرضية، بيلعب كرة عرضية خطيرة عدنان ملحم بيحاول يمر، تأخر عدنان ملحم صراحة عدنان ملحم، عدنان ملحم كان مفترض أو يسدد أو يمر بشكل سريع. بالوقت سير سعيد بمر بسدد تسديده صاروخية، سلام، أوه يا سلام تسديدته لسير سعيد. صراحة يعني أنا مبسوط بمباراة اليوم، مبسوط من جانب واحد
من جانب انه الكرات عم تتسدد من خارج منطقه الجزاء، العديد من اللاعبين عم بيسددوا من خارج منطقه الجزاء، هذا واحد من الحلول يلي دائما مفروض نشوفه بالمباريات، يلي ما عم نشوفه على العديد من المباريات بالوقت. هناك الكره الاماميه، محمد جعفر عم يسدد من خارج المنطقه، بالوقت سير سعيد ايضا مع الانصار، ممكن محمد عطوي، ربيع عطايا عم بيقوم بنفس المهمه، هيدا هو ربيع عطايا بتقدم بهالكره، بيلعب كره اماميه لداخل المنطقه، انما دفاع الراسنج عم بيكون حاضر، محمد صادق من دون اخطاء مثل عم بذكر، وصل الكره لعند عدنان ملحم، انما هيدا خطا من عدنان ملحم بالتمريره، بتعود كمان لعند ربيع عطايا، مهاري ربيع عطايا بيحاول المرور، صاحب الرقم 30، كرته العرضيه سهله جدا، هيك نوع من الكرات العرضيه اصلا بتكون سهله للمدافعين، وخاصه الكرات الارضيه الزاحفه، هيدي انطلاقه محمد عطو ممكن يسدد من خارج المنطقه، محمد عطو ممكن يسدد، لا ما بيسدد، بيلعب كرته لعند نصار، نصار نصار بيحاول المرور، بينطلق نصار بيلعب كرته العرضيه، لا ما بينجح، ما بينجح يلعب كره عرضيه نصار نصار، لانه اندري فيتيلارو عم بيكون حاضر ايضا مع محمد جعفر، كرة لمحمد جعفر عم تكون مقطوعه، وهيدي انطلاقه عدنان ملحم على الجهه اليمنى بمواجهه معتز بالله الجنادي، بمر عدنان ملحم ممكن يسدد، بيسدد مباشره عدنان ملحم، تسديدته ابدا ما بتشبه مروره، التسديد ما بتشبه ابدا المرور اللي كان عم يعمله عدنان ملحم، عم بيوسع لنفسه كان من اجل التسديد، كان ممكن التمرير باللقطه الاخيره من جانب عدنان ملحم، هذا هو علاء البابا صاحب الهدف الجميل جدا بمرمى محمد سنتينا، صاحب الهدف الوحيد بمباراه اليوم لمصلحه فريقه، ايضا محمد جعفر كان سجل هدف التعادل، هيدي انطلاقه دييغو بيلعب تمريره اماميه ايضا باتجاه عدنان ملحم، هل بامكانه عدنان ملحم؟ يا سلام على الكره العرضيه، ممتازه الكره العرضيه، مين هو الموجود بقلب الدفاع؟ هو علقتات صمام الامان، الحذر الدفاعي ببدايه الشوط الثاني لانه فريق غزنج عنده امكانيات عاليه بالوقت، هناك الكره العرضيه ايضا محمد جعفر خطير من هالمكان، اذا سنحت له الفرصه، اذا مر محمد جعفر بيستلم كرته بيحافظ على كرته بيحاول المرور، انما صعب المرور عن واحد من اللاعبين المميزين، طبعا عم بتحدث عن نصار نصار، دخلنا على الدقيقة 69، النتيجة لازالت التعادل الإيجابي مع محمد جعفر، ممكن يسدد، بسدد تسديدة بعيدة كل البعد عمر مع علي الحش حسن، من سيفوز بمباراة اليوم؟ من رح يقدر يحصل على النقاط الثلاثة؟ الراسنج أو الأنصار أو العكس تماما، الأنصار والراسنج، على أساس أنه هيدي المباراة على أرض الأنصاريين بمعقل الأنصاريين تحت أنظار جمهور الأنصار، مرة جديدة عم نشوفها التسديدة، وإذا محاولة كانت من حارس المرمى، وهيدي كرة لعند ربيع عطايا، ربيع عطايا ممكن ياخذ الأمور على عاتقه، وهيدي وحدة من انطلاقاته أمامه ثلاث لاعبين، يا سلام لما مهارة عند ربيع عطايا يوصل الكرة لعند عمر عويضة، أيضا عمر عويضة بيعرف كثير منيح أنه نصار نصار سريع لهالسبب لعب الكرة بظهر مدافعي الراسنج، لهالسبب لعب الكرة الطويلة عمر عويضة، على فكرة نصار نصار عم يرتدي الرقم 5، هذا الرقم يلي كان يرتديه عمر عويضة مع فريق صفا عندما أحرز اللقب مع الصفا عمر عويضة بموسم 2011-2012، بذكر إنه الصفا هو متصدر الترتيب ب 16 نقطة، وهيدي الكرة العرضية وهيدي الرأسية، إنما رأسية عم تكون عالية عمر مع محمد سنتينا، 16 نقطة الصفا بصدارة الترتيب، هيدا هو ربيع عطايا، يا سلام يا سلام على هالمهارات يا ربيع عطايا، طبعا لقى عمر عويضة عم يعمل الزيادة العددية بخط الوسط، لهالسبب كان عم يلعب التمريرة إلى عمر عويضة، والأخير كان لعب تمريرته إلى نصر نصار، بعد ما ظهر كايرو بالمستوى المطلوب، طبعا كايرو اللي سجل ثلاث أهداف مع فريق راسنج إلى حد الوقت، كان سجل بالنجمة، سجل بالصفا، سجل بالنبشيت، وهيدي انطلاقة أنصارية على البابا، بيحاول يمر على البابا بيتقدم بهالكرة، بيحاول المرور مجددا، دفاع الراسنج عم بيكون بالمكان المناسب، ايضا مع عباس عوض، هذا حنيني، انما هيدي الكره عم تروح الى خارج ارض الملعب، جمهور الانصار اللي عم يطالب، اللي عم يطالب فريقه بالنقاط الثلاثه، اللي عم يطالب فريقه بالفوز مباراه اليوم، هذا هو جمهور الانصار اللي اعداده عم تكبر، كانت مع بدايه الشوط الثاني، يلي بيأمل فريقه انه يحصل على النقاط الثلاثة، بيأمل فريقه انه يسجل هدف التقدم بلقاء اليوم كما فعل علاء البابا، انما معادلة النتيجة
وتعديل النتيجه كان بشكل سريع. شوفوا المساحات، دياجو بيحاول يمر، تغطيه دفاعيه عم تكون حاضره من عمر عويضه، صمام الامان عم بيكون بمركز الارتكاز. الوقت نصار، نصار انطلاقاته عم تكون خطره على الجهه اليمنى. تمركز لاعبي الراسنج صراحه عم بيكون مميز جدا، عم بيضيقوا المساحات امام لاعبي الانصار، عم يمنعوا الانصاريين من صنع الخطوره. هيدي وحده من الكرات محمد قرحانه، شوفوا لاعبين الى جنبه. الوقت التقدم عم بيكون من كايرو، يعمل الضغط الكبير. ايضا معتز بالله الجنادي، بمر معتز بالله الجنادي على الجهه اليسرى، بيلعب كراته لعند محمد قرحاني، انطلاقه ممكن يكون خطره انصاريه. القرحاني كراته لعند كريست ريمي، بمر كريستي بيتخلص من دياجو، بيلعب كراته لعند ربيع عطايا، ايضا العطايا كراته لعند محمد عطوي، راح يسدد محمد عطوي، ممكن يسدد، بيسدد مباشره محمد عطوي، تسديدته عم تكون ضعيفه جدا، تسديده ضعيفه من العطوي، بتمر الى جانب القائم الايسر لمرمى محمد سنتينا. 72 دقيقه مروا بالتمام والكمال، والنتيجه لا زالت التعادل الايجابي 1-1. إصابة سنتينا أيضا باللحظات أكيد من شأنه أنه توقف أيضا نوعا ما كم دقيقة المباراة. على كل حال الفريقين تأخروا بالتبديلات، يعني ولا أي فريق بعد قام بأي عملية تبديل، وبالتالي بتصور المدربين صار مفروض يبدلوا باللحظات كما جرت العادي. يعني بكل مباراة ممكن أتوقع هل ستنتهي المباراة بالتعادل أو أنه بالفوز. انا صراحة بتوقع اليوم المباراة ما تنتهي بالتعادل، في واحد من الفريقين راح يفوز بالنقاط الثلاثة. انا رح ابقى خارج التوقعات. موسى حجاج عم يبتسم، هدي اعصابه لموسى حجاج اكيد وجمهور الانصار. طبعا موسى حجاج اسم، اصلا اسم كبير موسى حجاج، يعني عندما بنقول موسى حجاج ما في داعي نقول مايسترو النجمة، ما في داعي نقول، يعني موسى حجاج صراحة يعني بيعرف عن حاله بكل بساطة. موسى حجاج حكينا كثير عنه بالشوط الاول لموسى، وحكينا عن الامور ومش بحاجه اصلا للتبرير، ولكن عندما يقع اي انسان باي خطا لازم انت تضوي على هذا الخطا. اللي عمله موسى بالشوط الاول هو خطا باسم بهالحجم هيدا بكره القدم اللبنانيه. ولكن طبعا تحيه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي عم تابعوا المباراه. طبعا كره القدم هي كره حياه. ضم صوتي الى صوتك اكيد محمود كل الاعمار وكل الاجناس وكل الاسماء اللي مرت على كره القدم اللبنانيه. هيدي كره القدم اللي نحن قربين عليها وعشقناها، كنا موجودين بالملاعب دائما لمتابعتها بكل السنوات. اكيد كل شخص وقد عمره، ولكن كلنا تعلقنا بكره القدم، ان كان كرة القدم الأوروبية وتحديدا كرة القدم اللبنانية، سنين وسنين طويلة. كل اللي عم يتابعونا عبر القناة الجديدة بيتذكر كل واحد سنينه بأرض الملعب، إن كان كجمهور، كلاعب، يمكن كمدرب، كإدارة. ما في أي شخص حضر إلى ملعب كرة قدم متعلق بهاللعبة، عم بحكي بشكل عام. تذكر مباراة النبشيت والاجتماعي اللي كانت انتهت بفوز النبشيت 4-1، خسارة جديدة بأربع أهداف للاجتماعي، وضع كثير صعب للمدرب وللفريق بالمركز الأخير، مركز 12 بست نقاط، وفوز طبعا النبشيت رفع رصيده إلى 14 نقطة، وبالتالي محمود حمود عم بيقدم بداية موسم مثالية للفريق البقاعي أمام جمهور الأنصار. مباراة عم تستكمل حاليا، نحن بالدقيقة 75 أندري فيتيلارو اللاعب الروماني، هل حيتمكن أحد الفريقين من الفوز اليوم من حصد النقاط الثلاثة، من انتزاع انتصار مطلوب من جمهور الأنصار إنه يشجع فريقه لآخر دقائق، كما مطلوب من الموجودين بأرض الملعب بأعداد قليلة ولكن موجودة بأرض الملعب، وجمهور الراسنج المعروف وجمهور العريض يلي كل اللي بيتذكر اكيد السبعينات، ما راح اقول كل اللي بيتذكر اكيد حسب كل طبعا عمره. ولكن فريق الراسنج من اعرق الفرق، اعرق الانديه، وطبعا كانت اكثر جماهيريه. نتمنى انه فريق الراسنج يعني يعود للمنصه التتويج، يعود فريق الراسنج صراحه للبطولات، يعني هيدي امنيتنا. انما لا شك يعني انا متابعتي للراسنج، هذا الراسنج بهالموسم عم يلعب كره قدم جميله، كره قدم جميله جدا، والكره حاليا طويله الى داخل منطقه الجزاء، حال التسلل ايضا ورايه التسلل ترفع، وخط بدلاء الانصار كله مستعد
ولكن هناك تأخر بالتبديلات. إذا ما أراد يعني المدرب فيران بيسيتش عم يبحث عن النقاط الثلاثة، المفروض إجراء التبديلات والتعديلات على تشكيلته. حتى المدرب موسى حجاج اللي موجود خارج أرض الملعب وأكيد عم بيعطي التعليمات لمساعدينه بأرض الملعب، أيضا مفروض إنه يكون هناك أحد التبديلات. لأنه يعني صراحة حسب أداء الرسنج، يعني ليش أنا عم بقول فيه فائز بمباراة اليوم؟ لأنه الفريقين صراحة ممكن ينهوا المباراة بنتيجة 2-1 إن كان الرسنج أو الأنصار. أول اللي استمعوا لنا هو المدرب موسى حجاج، تحضير أول لتبديل أول لدخول علي عثمان، عم بتحضر للدخول لأرض الملعب والكرة حاليا على مشارف منطقة الجزاء. هناك دربكة دفاعية بتنقطع بتروح لعند ديوغو دي أندرادي على البابا، بيقطعها إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس رسنجوية. علي عثمان إذن عم بتحضر للدخول بهاللحظات. مكان عدنان ملحم اللي عمل مجهود كبير بهالمباراة، يعني عدنان ملحم عم بلاقي تصفيق جمهور الرسنج الموجود على يمين المنصة الرئيسية، وخروج ودخول علي عثمان من شأن تنشيط الجهة اليمنى بالحالة الهجومية للفريق الأزرق بهالمباراة. علي عثمان من اللاعبين اللي بيمتازوا بمهاراتهم العالية، وفرصة جديدة لأنه لأثبات نفسه وتقديمه رائع. اعتماده للمدرب موسى حجاج، الكرة ملعوبة حاليا مقطوعة من دفاع الأنصار. عمر عويضة بيلعبها، خطأ كثير كبير من عمر عويضة. محمد جعفر بيحاول المرور، كايرو بيتركها، ديوغو دي أندرادي بيسدد الكرة، إنما تسديدته ما شكلت الخطورة المطلوبة على مرمى علي الحاج حسن. بأول مبارياته علي الحاج حسن مع الأنصار تلقى هدف من محمد جعفر، انفراد كان لمحمد جعفر، والكرة كانت جميلة جدا، وضعها صاحب الرقم 9 على طريقة المهاجم الرقم 9. كرة لمنتصف الملعب، كريست أول لمساته علي عثمان، بعيد الكرة للخلف، محمد صادق مشتتها للأمام لعند ديوغو دي أندرادي. ديوغو بيصلها بالراس، واحتمال الكرات اللي دائما عم بتكون الرأسية عم بيفوز فيها مين؟ دائما ديوغو. ديوغو بالكرات الرأسية جيد جدا بمنتصف الملعب، هيدي واحدة من الصفات الجميلة للاعب خط الوسط. الكرة حاليا علي عثمان كنت عم بحكي عنه بمرمى الاول، مع الثاني بيلعب عرضية، وهذه الرأسية انصارية، ما زالت الخطورة. هل هناك تسديد؟ انما بتأخر كثير غازي حنيني، وبعيد الكرة لعند ديوغو. ديوغو بيلعبها لعند علي عثمان مجددا، الكرة العرضية على المرة العرضية ارضية ومقطوعة من الدفاعات الانصارية. صراحة الرسنج بالشوط الثاني افضل من الانصار الشوط الاول اكثر بنفس الوقت، والدليل يعني تسديدته الصاروخية كانت اصطدمت بالعارضة لسير سعيد. علي عثمان بحاول المرور لاعب الانصار السابق، ولكن الكرة عم تنقطع حاليا من مدافعي الانصار، بتعود مجددا كريستي بيخسر كرته. مثل ما قلت يا محمود، فعلا الراسنج عم بيكون افضل بهالدقائق، الراسنج هو يمكن بيكون الاقرب لتسجيل هدف. الكرة لعند مين؟ محمد جعفر، محمد جعفر واحد على واحد مع الانصار، ممكن يمر جعفر، بيلعب على مشارف المنطقة. ديوغو بمكان خطير، وين التسديد يا ديوغو؟ بيمر ديوغو بيسدد الكرة، تسديدتك يا ديوغو دي اندرادي خطيرة. تأخرت بالتسديد صح، ولكن كان بالامكان افضل من مكان. شوفوا الأشقر البرازيلي بالكرة البادية، تمريرها جميلة جدا، ديوغو ترويد، ديوغو مرور جميل جدا، والتسديد اليسارية جنب المرمى الأنصاري. زكي زكي محمد جعفر، صراحة اللاعب زكي محمد جعفر عم بيقدم أصلا مباراة جميلة، أصلا موسم رائع جدا. ربيع عطايا، ربيع عم يخسر كرته، علي عثمان فور دخوله اتنشط الجهة اليمنى بشكل واضح. سير سعيد معه مساحات، بينطلق بيلعب التمريره بعيده لعند محمد جعفر، بيعمل كنترول جعفر مع ديوغو. هلا حيمرر ولا حيمرر؟ جعفر عم يتاخر بهالكره، ولكن رح يمرر، انا بقول رح يمرر ديوغو. تاخر كثير ايضا جعفر وقلب اتجاه اللعب لعند حسين سيد. حسين سيد بيتقدم، العوده الدفاعيه موجوده ايضا على البابا، جميله جدا بحسين سيد، ايضا لاعب انصار سابق وما اكثر لاعبي الانصار السابقين مع الرسنج بهالمباراه. علي عثمان، علي عثمان شو عم بيقول الحكم؟ ما في اي خطا، بيقول انه هناك ركله مرمى. والتبديل الاول برونو سميث البرازيلي تاخر صراحه كثير على زوران بيسيتش، يعني فريق تبديل ثنائي، يعني فريق متعادل 1-1 اخر 10 دقائق، اصلا اللاعب يعني بده بعض الوقت يعني على ارض الملعب ليدخل باجواء المباراه. لكن اللي تعودنا عليه يا محمود، دائما لما عم يعمل التبديلات المدرب زوران دائما اللاعبين عم بيسجلوا الاهداف، واحد منهم برونو. مباراة الشهيرة أمام العهد، لحظة دخول برونو يمكن أقل من دقيقتين أو ثلاثة كان برونو عم بيسجل أول أهدافه بهالمباراة، وبالتالي تبديلاته عم تكون ناجحة. نشوف إذا رح تكون ناجحة بهالمباراة أيضا. الكرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب، والتبديل مزدوج، برونو سميث محمود كوشك. وبالمناسبة برونو مسجل هدف بدوري ألفا لكرة القدم، ومحمود كوشك ثلاث أهداف، هاللاعبين معهم أربع أهداف. خروج علاء البابا صاحب هدف الوحيد للأنصار بهالمباراة وصاحب هدفين الدوري عم بيخرج من ارض الملعب، بالمقابل بانتظار
خروج اللاعب الثاني بصفوف الأنصار. الحكم عم بيأمر باستكمال المباراة قبل التبديل الثاني. المباراة عم تستكمل. حسين سيدي بيلعبها بتروح للطرف الأيسر، محمد جعفر بيخسرها، هناك هجوم مرتدة، الكرة مقطوعة مجددا بتروح لعند كايرو دي أندرادي المزعج دي أندرادي. كايرو بينطلق البرازيلي معه أنس أبو صالح، معه لاعبين أيضا، بمر من الأول من الثاني، الحكم بيقول ما في أي ركلة جزاء، الكرة بالمرتدة حاليا. أنس أبو صالح بيلعبها لعند نصار، نصار المتحرك بيلعب الكرة طويلة لعند كريس ريمي لورينيا، مقطوعة من أندري فيتيلارو، بتبقى بأرض الملعب الكرة راسينجوية. أندري بمرر لعند غازي حنيني، غازي بعيدة للخلف، محمد صادق مثل ما قلت لكم دفاع الراسينج بيمتاز ببناء الهجمات، ما بيشتت الكرات كثير دفاع الراسينج، عنده امكانات ببناء الهجمه. حسين سيد حاول المرور مبالغه ولكن عم يحصل على خطا، مبالغه بس مبالغه جميله كانت صراحه من حسين سيد باللقطه الاخيره. شوف الاعاده هون مطالبه بركله جزاء، كايرو دي اندرادي كان حاول المرور. كان تبديل ثاني عم يتحضر بصفوف الانصار، برونو البرازيلي هو راح يكون بديله، تبديل هجومي لنصر نصار. الامور واضحه، البحث عن النقاط 82 دقيقه مروا من زمن اللقاء، متبقي 8 دقائق على نهايه الوقت الاصلي، النتيجه لا زالت التعادل الايجابي ما بين الفريقين. نتيجه قد ترضي يعني طموحات الراسينج نوعا ما، انما يمكن ما ترضي طموحات الراسينج حسب مستوى الراسينج بلقاء اليوم وتحديدا بالشوط الثاني. بالوقت هناك المرور على عثماني بيلعب كره عرضيه بتنقطع بتعود للدفاعات الانصاريه، عمر عويضه بيلعب كرته باتجاه محمود كشك، لاعبين موجودين على الكره كريستيمي ومحمود كشك، مفروض التنسيق دائما بهيك نوع من الكرات. بالوقت علي عثمان اشعل الجهه اليمنى بيحاول المرور، ممكن يعكس الكره العرضيه، لا بغير رايه بيعكس كرته الخلفيه، هيدا حسين سيد كره عرضيه سهله عم تكون بين يدي علي الحاج حسن، بسهوله علي الحاج حسن عم يلتقط الكره، ما عنده اي وقت يضيعه علي الحاج حسن، بيلعب كره طويله اماميه ايضا مع كريستيمي، مش مكانه ابدا لكريس ريمي، مكانه داخل منطقه الجزاء على حدود المنطقه، مفروض اللاعبين وموكل المهمه لهم مهمه كريس ريمي. ايضا مع معتز بالله الجنادي بيعد كرته لعند علي الاتات، ما في خوف على علي الاتات لانه لاعب مهاري، لاعب بيعرف انه كيف يخرج فريقه من الضغط الكبير بهاللحظات، والكره الى خارج ارض الملعب، رمي التماس انصاريه، روح عالية عند لاعبي فريق راسل بمباراة اليوم. طبعا هيدا الشغل شغل الجهاز الفني والتعليمات ما بين شوطي المباراة لفريق الراسينج، مفروض ما تتركوا ابدا المساحة امام لاعبي الانصار. 8 اخطاء ارتكبوهن الانصار بمباراة اليوم مقابل 14 خطأ ارتكبوهن الراسينج بهاللقاء. الراسينج اللي دخل الى هالمباراة بتسع نقاط، تعادل بثلاث مباريات، فاز بمباراتين وخسر بثلاث مباريات. هل هي الكرات الثابته وحده من الحلول؟ ربيع عطايا بيلعب كره طويله اماميه، اغلب لاعبي الانصار داخل المنطقه، ممكن التسديده مباشره، انما محمد قرحاني براسه، هذه كره بتوصل سهله بين يدي محمد سنتينا اللي عم يطلب من اللاعبين من زملائه التقدم، التمركز بالاماكن الصحيحه. محمد سنتينا واضح تماما، يعني المشاهد بيشعر، انا بشعر على انه الراسينج طمعان بالنقاط الثلاثه، على انه الراسينج ما عم يبحث عن التعادل بهالدقائق من المباراه. سير سعيد تاخرت يا سيرج، الكره بتوصل لعند محمد عطوي، بمر محمد عطوي، كره طلع لعند برونو، برونو كرته ما عم تكون بالشكل الصحيح، كره خاطئه تماما من صاحب الرقم 20. السبب لهالسبب كنت عم بقول يمكن تبديل متاخر للمدرب زوران بيسيتش، تبديل ممكن يكون بالدقيقة 70 مباشرة بعد التمرير الخاطئ، نظر لأرض الملعب، طبعا اللاعب عنده الوقت على أرض الملعب يدخل بأجواء اللقاء بأجواء المباراة، وخاصة مباراة من هالنوع فيها لياقة بدنية عالية جدا، واحد من اللاعبين اللي بذلوا المجهود الكبير عمر عويضة اللي عم يظهر أمامنا على الشاشة من وقت قليل، بتعود الكرة أيضا لعند محمد صادق. قوة الراسينج اليوم بعدم ارتكاب الأخطاء وخاصة بالخط الدفاعي، هذا حسين سيد على الجهة اليمنى بيلعب تمريرته على علي عثمان، شو عم بقول حكى عن المباراة، هناك لمسة يد، أغلب اللاعبين بذلوا مجهود مضاعف بهاللقاء. في مباراة جانبية عم بتصير بين الحكم الرابع حسن سلمان ومساعد المدرب سامي الشوم، ما عم بيقبل يقعد سامي الشوم، عم بيدلوا حده لزوران بيسيتش، مباراة جانبية أكيد أنا عم بقدر أشوفها من مكان ما إحنا واقفين معه. رح يظهر دييغو كما ظهر مع أحداث هالمباراة، حيوية واضحة لدييغو صاحب الرقم 12، الكرة بتنلعب والكرة بتنقطع،
نتحدث عن تياجو صاحب الرقم 12 اللي ظهر بحيويه كثير كبيره بوسط الملعب. هل راح يقدر يهز الشباك الانصاريه؟ يعني متبقي اقل من 4 دقائق على نهايه الوقت الاصلي، قد يكون هدف قاتل. انا توقعت انه واحد من الفريقين يقدر يفوز بمباراه اليوم. هل راح تنتهي المباراه بالتعادل؟ وتوقعاتي ما تكون صحيحه، ايه ممكن، انما هناك وقت كافي لواحد من الفريقين انه يقدر يسجل هدف ثاني بواحد من المرميين. هذه الكره الاماميه ايضا عمر عويضه بيقطع الكره بتعود لعند غازي حنيني ومحمد درويش. عم بقول هناك خطا لمصلحه، شوفوا مره جديده كنا عم نشوف الكره الثابته اللي ارتطمت يد محمد قرحاني مع اندري فيتيلارو بالاضافه الى غازي حنيني. غازي حنيني موجود خلف الكره، قدم قائد الفريق سيرج سعيد بيلعب كره طويله اماميه. هيدي الكره الراسيه، ممكن جول، ممكن جول. اوه كنت سالت عنك، كنت سالت عنك يا دييغو ان عندك حيويه كثير كبيره بوسط الملعب، هل راح تقدر تلاقي الشباك؟ كنت قاب قوسين او ادنى انك تسجل الهدف الثاني لمصلحه الرسنج. شوفوا شو بدك افضل من هيك يا دييغو، لو اصبت المرمى بالتاكيد كنا شفنا هدف التقدم لمصلحه فريق رسنج. عم بيضيع الفرص الرسنج، وحده من الفرص الضائعه هي فرصه دييغو. هذه كره طويله لمحمد جعفر. الدفاعات الانصاريه، الحكم شو عم بيشير؟ عم بيشير لخطا لمصلحه الانصار. 87 دقيقه مروا من زمن اللقاء، هناك متبقي 3 دقائق فقط على نهايه الوقت الاصلي. النتيجه لا زالت التعادل ايجابي، وهذه انطلاقه انصاريه. برونو ده الكرة الأمام مجددا مع الأنصار. كريستريمي الكرة العرضية مطلوبة، ربيع عطايا ممكن يدخل بتوغل بالعكس الكرة العرضية لداخل المنطقة، والكرة تنقطع إلى خارج أرض الملعب. ركنية لمصلحة الأنصار. عم يعترض أندري فيتيلارو. الركنية الأنصارية هل رح تحمل الخبر الصار للأنصاريين؟ سنتابع كل الأنصاريين عم بيتابعوا خلف شاشة الجديد، أيضا جمهور الرسنج عم بيتابعنا. هيدي الكرة العرضية لداخل المنطقة مباشرة باتجاه المرمى. محمد سنتينا يخطئ، دييغو عم يصلح الخطأ. متواجد محمد جعفر لوحده بالخطوط الأمامية من أجل الانطلاق بالهجمة المرتدة، إنما الكرة عم تكون إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس لمصلحة الرسنج. دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي، شو راح يحملوا هالدقيقتين بالإضافة إلى الوقت المحتسب بدل عن ضائع؟ هيدي كرة العرضية لربيع عطايا، الكرة بتتخلص وبتعود الكرة أنصارية أيضا بالهجمة المرتدة أو الهجمة. أوه بالنسبة لإلي أبدا أمر منه مفاجئ، ولا لإلي أبدا. نذكر من سنتين مباراة شباب الساحل والأنصار على هالملعب. لا لا لا، ما بتوقع كنت ترجع تصير هيدي اللحظة أبدا. بالنسبة لإلي أصلا يعني كل شيء عم بيصير قد لا يكون مفاجئ. حتى يعني لوحة جمهور الأنصار كان هالمرة أسرع، هالمرة جمهور الأنصار أسرع كان بإضاءة المدرجات. يعني الإنارة ما معقول، يعني هيدي ما بعرف محمود، يعني من سنتين مثل ما أنت ذكرت مباراة الأنصار وشباب الساحل بتذكر هالمشهد تماما. يعني بوقتها المباراة كانت استقبلت وعاد سجل الأنصار وفاز على الملعب بالتحديد 3-2. طبعا مشاهدينا يعني نحن عم نشوف مشهد رائع امامنا من قبل جمهور الانصار. يعني جمهور الانصار عم بيضوي بمدرجات ملعب بيروت البلدي. الانصار عم بيضوي ملعب بيروت البلدي. بدي اكون صريح محمود، انا اليوم ما بعرف ليش كان عندي شعور، ما حتى ما مش انه عم بقولها تقولها صح، حقيقه كان عندي شعور وكانه المباراه ما رح تستكمل. عندي شعور. لا عندك شعور انقطاع تيار الكهرباء اول ما ضوى، يعني الاضاءه كانت حسيتها خفيفه. يعني مباراة شدنا فيها كل شيء لهلا، كل شيء ما معقول، يعني طرد مدرب، اهداف، قطع كهرباء، اللي بدك اياه اللي بدك اياه شدنا. كابتن حسن ايوب 1-1 النتيجه لهلا قبل دقيقه من انتهاء الوقت الاصلي، دقيقه 89 نحن حاليا، وراح التيار الكهربائي من ملعب بيروت البلدي. لهلا فينا نقول مش الرسنج متعادل مع الانصار، الانصار متعادل مع الرسنج. يعني الانصار لازم يكون مبسوط انه بهالتعادل، الرسنج كان يستحق اكثر من تعادل. كابتن صحيح في تفوق للراسنج من حيث التنوع اللعب، الهجمات، الاستحواذ على الكره، في جمل تكتيكيه شفنا بالشوط الثاني، شفنا فرص صريحه، كره في العارضه، ممكن ضربه جزاء
بالدقيقه 57 في ضربتين، في ضربتين جزاء يمكن يعني للراسنج، يعني حتى طالبوا بركلتين جزاء الراسنج. صحيح الحكم تساهل كثير بهذه الحالتين، اقلها كانت اللي واضحه بعمليه الشد والمسك من انس ابو صالح. يعني في حالات بكره بتشوفهم انت بحالات تحكيميه وببرامج اوفسايد ببينوا الحكم ما كان مسيطر على المباراه بشكل جدي، ممكن كان بنشاطه عم بيكون موجود، انما بالحالات الحاسمه ما كان موجود. الراسنج قدم شوط ثاني جيد جدا، الانصار في حاله ضياع كبيره، شفنا التغيير متاخر، تكتيك التغيير متاخر عم يلعب صار يعني لدقيقه 80 يمكن لاول تبديل لدخول محمود كجب ومحل على البابا ومن بعده برونو مكان مصطفى. المفترض كان المدرب يكون اجرأ من هيك ويعمل تغيير، بس شاف انه وضع الفريق بشكل عام ما قادر كان. وين الانصار اليوم؟ انصار ابدا مش بحالته، سيء الانصار، خلينا نقول سيء اليوم الانصار. لا اكيد ما انه مرضي الانصار لكل محبينه وجماهيره، لانه الانصار عم بينافس على البطوله مش على الصداره فقط. اليوم ما بدا بشخصيه الفريق البطل، ما تعامل مع المباراه بواقعيه مثل ما لازم، لانه كان المفترض انه يعرف امكانيات الراسنج وطريقه الراسنج، طريقه لعب الراسنج ولاعبين الراسنج، لانه معظمهم من صحيح. بدنا نعطيهم كمان الكريدت يعني للاعبين الراسنج اللي اجبر الانصار يكونوا بهالشكل وكانوا فعلا اليوم يعني بنشوف حتى جاي. انه الراسنج عباس عوض تميز بالشوط الثاني خلف محمد جعفر اللي عملوا جبهه على الميسره، وغازي حنيني كان مستقر بخط الوسط عم بيستخلص الكرات وبيسلم بطريقه سهله، وهذا تميز. كيف شفت الاجانب للراسنج اليوم بالشوط الثاني؟ يعني ديوغو وكايرو واندري فيتيلارو. بالشوط الثاني اندري مبين تعامل بخط الدفاع بشكل ممتاز، حتى انه اعدم خطوره كريس تريمي، وبنشوف في خط الوسط دييغو كان عم يلعب مرتاح كثير بالتمرير وبتواجده بوسط الملعب، استلام وتسليم كان كثير ممتاز. كايرو كان عامل شغل بالتحرك لو بدون كره، كان في تميز بالشوط الثاني. ممكن عامل لياقه البدنيه بالشوط الثاني، بدا الراسنج هو افضل بالصراع على كل كره، سير السعيد تميز، لكن بس اللي ما تميز بالراسنج يعني انا كنت منتظر اكثر انه يعطوا عدنان ملحم اللي مفترض كان يتعامل مع الكرات بتمرير سليم على القدم، وحتى بالجري ما شفت عدنان ملحم بنعرفه، عباس عوض هو اللي تميز بدلا. يعني هالتعادل اذا بقيت اكيد نتيجه متعادله، مذكر انه المباراه توقفت عند الدقيقه 89 بسبب انقطاع التيار الكهربائي من ملعب بيروت البلدي، والنتيجه كانت 1-1 لكل اللي انضموا لنا هلا. واكيد بدنا نذكر انه كان في مباراه ثانيه ايضا بافتتاح الجوله جمعه الاجتماعي والنبشيت فاز 4-1 على الاجتماعي، نتيجه كبيره واصبح برصيده 14 نقطه للنبشيت مقابل 6 نقاط للاجتماعي. نذكر انه الراسنج بهالتعادل بصير عنده 10 نقاط اذا انتهت بالتعادل، اذا استكملت يعني ايضا المباراه. عم نشوف نحن هون ايضا الاضاءه يمكن عم تتحسن شوي املا باستكمالها حتى نهايتها. كابتن حسن ايوب تعادل تنوع بايقاف بتوقف اليوم توقفت بعده اشكال للتوقف هيدي بلبنان بس بنشوفها. تعادل العادل ولا بتوافق انه الراسنج كان يستحق اكثر؟ لا مجريات الشوط الثاني في تفوق للراسنج بانه كان ممكن انه يربح. يعني اذا سالتك قبل بين الشوطين بتذكر انه راح يكون راضي الراسنج بالتعادل، قلت لي ايه اكيد عم يلعب امام الانصار. بالشوط الثاني اختلف الكلام كليا. مش اختلف الكلام، اختلف الاداء، لانه بس يختلف الاداء بده يختلف الكلام. لما بيفرض نفسه الراسنج بالخطوره وانه يلعب الانصار بمنطقته بمعظم الشوط الثاني، بنحس انه الراسنج هو اللي عم يلعب على بالهجمه المرتده، بتحس انه بده يختلف الكلام، لانه هذا تحليل مش توقع بس، وهذا تحليل. فرص صريحه اكثر للراسنج، حالات ممكن كانت تنصفر وتنعطى ضربات جزاء، ضربتي جزاء ممكن كان يصفر، الحكم شاف انه ما صفرها، كره في القائم الايسر، يعني بتشوف هيدي الحالات. هلا فرصه دييغو الكره اللي سدد وما اصاب المرمى، يعني هيدي فرص مواجهه للمرمى، فرص صريحه. عشان هيك ما اختلف الكلام، ما تغير الكلام، تغيرت ظروف يعني المباراه. الاداء الانصار 8 مباريات متلقي 19 هدف، هل من المنطقي فريق عم ينافس بده لقب بكل مباراه تقريبا هدفين ونص عم يدخل مرماه؟ مش معقول. ثاني اسوء دفاع بالبطوله بعد الاجتماع. احنا اشرنا للحاله الدفاعيه اللي عم بمر فيها، كل مباراه بتلقى اهداف، ما بيحافظ عنه عنده مشكله، عنده ثغره دفاعيه من المفترض انه يعمل عليها المدرب. اثبت انه لازم يكون في تغيير بالعناصر،
لانه العناصر ذاتها عم تلعب، هي نفسها عم تلعب، وهن ذات هي نفس الاخطاء عم تتكرر. فمن المفترض ان المدرب يخلق شيء جديد، ينوع، يعطي فرص لغير، يعمل على إراحة لاعبين ويشرك لاعبين بخط الدفاع، لأنه ما عم يركبوا أو ما عم تجي التشكيل الدفاعية بالشكل أنه يحفظوا بعض أو يتعاونوا بكل لاعب يكون عنده مهام. يعني بتميز نصار اعطينا حمزة عبود خارج التشكيلة، عم لقي الباقيين عم بيشركوا نفسهم. مشكلة الكهرباء مستمرة، يمكن بعد ما منه جاهز الملعب لتستكمل الدقائق المتبقية. تعودنا على انه دفاع الانصار، عودنا هذه السنة حالة سيئة، لكن اليوم ايضا هجوم الانصار ووسطه ما كان كتير مقنع، ما كان شفنا خلاق هالخطين، خط الوسط وخط الهجوم، على غير عادي لانه هجوم الانصار هو الافضل بالبطولة، في كتير غزرت اهداف. اليوم اختلف الموضوع، وايضا بدنا نحكي من بعدها على موضوع ربيعة طايا، اليوم شفناه اقل من غير مباريات. بالنسبه لخط وسط وهجوم الانصار اليوم، يعني خط الوسط هو الخط الوسط هو المفترض انه يمول للمهاجمين، ما في تمويل للمهاجمين، في بعض الانانيه والاحتفاظ بالكره اكثر من اللزوم، ان كان من ربيع او من غير ربيع. من المفترض انه يكون في سرعه بالتمرير، سرعه بالاداء. عم نشوف نحن بس حامل الكره عم يجري بالكره بدون ما يمرر، وهذا اللي عم يمنع او عم يتباطا اللاعب، عم يمنع لاعب المهاجم انه يتحرك بالشكل السليم، عم بصير عليه رقابه. وهذه الامور هي بتكون مخفيه عاده، ما بيشوفها المشاهد، بيشوف انه عدم دقه التمرير وعدم سرعه التمرير وعدم التمرير اللي مفترض يكون بتوقيته سليم وصحيح، ما عم نشوفه من لاعبي الانصار. وهذا ضعف خط الوسط اليوم بهيدي الذهنيه اللي عم تبطئ اللعب او تبطئ الوصول للمرمى. غياب المهاجمين، ما عم نشوف جمل تكتيكية من الأنصار لتبني اللعب وتلعب على الأطراف وتعمل كرات عرضية، باستثناء نصار اللي حاول جاهدا أنه قدر الإمكان يوصل كرات ووصل. كيف تفسر تبديل برونو بنصار أو نصار ببرونو؟ يعني أنا شفت نصار هو اللي عم يعمل شغل، من المفترض أنه المدرب أخطأ بالتقدير، هو عمل تغيير على أساس أنه يضيف بخط الوسط، لكن نصار ما هو كان إضافة هجومية، مش بس بخط الوسط، كان إضافة هجومية، كان من المفترض أنه يعمل تغيير بقلبي الدفاع أو بالظهير الأيسر، ممكن حسين سيد، أو أنه يشرك بخط الوسط، لأنه علي الأتات عنده وظيفة دفاعية بوسط الملعب وبيرجع بيلعب كقلب دفاع. من المفترض أنه يستثمر هذه الحالة، فبيقدر يخرج أنس أبو صالح، بيخرج معتز بالله الجنادي، وعلي الأتات هو اللي بيرتد. لكن عدم الثقة بالتغطية الدفاعية من المدرب للاعبين، لانه الانصار الراسنج متفوق هجوميا، خليه انه يعمل هذا التغيير ليبني هجوميا على حساب انه يبقى على انس ابو صالح ومعتز بالله، وبالاضافه له على الاتات اللي عم يرتد. طيب بدي ارجع على الراسنج ونحكي عن لاعب حقيقه عم يكون واحد من افضل اللاعبين، مش بس بالراسنج، يمكن من اللاعبين المحليين كل بس بتوافقني الراي انت، في 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 ضياع باداره المباراه من الجهاز الفني او من المدرب عند الانصار، ناحيه الانصار تقريبا، ايضا علامات استفهام حول التاخر بالتبديل. انا بقول انه في اخر 10 دقائق يعني اداره المباراه او قرارات المباراه، واضح الانصار بحاجه لحلول معينه. لكن كنت عم بحكي عن الراسنج ولاعب عم يتالق مباراه مع مباراه محمد جعفر فعلا عم يكون لاعب جيد جدا، عم يكون حل كبير بالنسبه لفريق الراسنج. كيف عم تشوف اللاعب بهالمباراه وبالموسم ككل؟ يعرف عن محمد حيدر انه لاعب متمكن، محمد حيدر كمان انه لاعب متمكن مهاري، محمد جعفر متمكن مهاري، بجيد ينتقل من منطقته لمنطقة الخصم بالكرة وبالتمرير، لأنه دائما بيجري بالكرة بشكل جيد. هو ما بيدافع، هذه الميزة اللي كلنا بنعرفها عنه، لكن ببعض الحالات عم نشوفه كأنه بيدافع بمباريات سبقت، بحالة أو حالتين بيكون مضطر أنه يرتد. اليوم محمد جعفر عمل شغل قد تكون تعليمات موسى حجاج أنه أنت محمد عندك أدوار هجومية حسب الخصم اللي بوجه. اليوم عنده خصم كان كتير جيد، هو نصار صح، وتفوق عليه بكتير بالمحلات، ونصار قدر انه هاجم، يعني كان في تبادل. محمد جعفر ما بيرجع يلحقه لنصار، انما نصار بيهاجم وبيرجع بيلحق محمد جعفر. رغم هيك قدر محمد جعفر انه يصنع فرص ويسجل هدف ولعب المباراه كامله. يعني في تفوق لانه في دعم وفي اسناد من اللاعبين اللي خلفه، عباس عوض واللاعبين غازي حنيني بخط الوسط، والمهاجم عم يتحرك كثير كايرو معه، فعم يعطوه خيارات لمحمد جعفر، وسير سعيد اللي عم يلعب دور الارتكاز. محمد جعفر عنده كان خيارات انه اللاعبين عم بيتيحوا له، يعني عم بيعطوه الاتاحه الفرصه انه يمشي بالكره وانه يخلقوا له مساحه وانه يسحبوا خصم معه،
فكانت ظروف له مؤاتية. يعني الأنصار أو لاعبي الأنصار ساعدوه بهذه الحالة. كابتن لو بقيت النتيجة يعني لو انتهت النتيجة بدل النتيجة يعني لو انتهت 1-1 بين الراسينج والأنصار، مين كنت بتختار أفضل لاعب بهالمباراة؟ يعني أنا وليش ولماذا يعني بدك يعني تبرر. عدة لاعبين كانوا متميزين. ليهن؟ أنا محمد جعفر وغازي حنيني من جهة الراسينج ونصر نصر من جهة لمين الأنصار. لمين بتصوت بهالمباراة أفضل لاعب؟ بقدر أقول ليش؟ في أسباب إنه محمد جعفر لعب 90 دقيقة. أوكي. يعني أنا بحسم لك ليش؟ سجل هدف التعادل. ممكن إنه الأنصار كان بيسعى للصدارة محمد جعفر منعهم. ويمكن كان له بنالتي محمد جعفر. صحيح. عمل شغل لعب بروح عند احتفاله يمكن اتجه لجمهور الأنصار. هي حركة منا محبذة. بس بتصير بملعب. منا محبذة يعني أنا بدي لك هي منا محبذة لكن عم بتشوف أنت قديه هو داخليا مسرور بالهدف يمكن يعني هذا تعبير. أكيد ما بدنا ننسى إنه هو محمد جعفر لعب للنجمة يعني هو رايح إعارة على الراسينج ومواجهة الأنصار أيضا إلى خصوصية. أنا ما بنظر هيك إنه إذا كان عم يلعب ضد الأنصار لأنه لعب للنجمة أو إذا كان عم يلعب. لا اليوم مثلا اليوم. أنا ما بنظر هو ممكن بينظر. صحيح أكيد عنده يعني خصوصية بالنسبة إنه يواجه الأنصار تحدي زيادة وحافز إضافي لإله ليعمل الفارق. مثل موسى حجاج أكيد. هي عدة طرق للاحتفال. أنا شفت إنه سجل هدف. لازم يحتفل فيه بطريقة يعبر عن فرحته الماكسيموم. ممكن هاي الطريقة أفرحته بظروف المباراة لأنه ما في أقل من دقيقة تسجل هدف تعادل يعني وضع يعني ما احتفلوا يعني هذا الوضع اللي خلاه إنه هو إنه هو يعبر بهذه الطريقة. نعم الراسينج 10 نقاط كابتن من 9 مباريات. نحن قلنا الراسينج عم بقدم أداء ما عم طبعا دائما بنذكر إنه 10 بحال انتهت هالمباراة 1-1 لا مش معروف شو حيصير إذا حتكمل ولا راح تؤجل أيضا يلعب. هيك الأنصار صار عنده مباراتين أقل إذا يعني ما خلصت هالمباراة يعني مباراتين الأنصار تتوقف مباراة المرة الماضية وهلأ اليوم توقفت مرتين بمباراتين توقفت 3 مرات مباراة مرت جات توقف 3 مرات لا إنه يعني ظروف دائما ظروف تطرأ على المباراة. هذا اليوم ظرف المباراة الكهرباء هذا ظروف البلد مش ظروف المباراة ظروف البلد. وبالحالة الأولى طارد المدرب كان من المفترض إنه كمان توقفت ظروف البلدي مش البلد هيدي هيدي ظروف البلدي. الحالة الأولى كان إنه من المفترض ما تتوقف 14 دقيقة. طيب لكن 10 نقاط من 9 مباريات الراسينج بفتكر بيستحق أكثر من نقاط الراسينج بهذا الأداء اللي عم شوفه من أول الموسم. نسبة متدنية قليلة لأنه الراسينج عنده إمكانيات إنه يعمل أكثر من هيك. خسر نقاط مع فرق أقل منه وكسب نقاط مع فرق أكبر منه. الأنصار الأنصار اليوم بعتقد أنا مفاجأة بأدائه الغير جيد. يلا لك من المفترض أن يكون الأنصار عم يسعى على ما يبدو كابتن الحكم قرر متابعة المباراة مثل ما عم تابع. رح نروح سريعا إلى الملعب واستكمال الدقائق المتبقية من هالمباراة الماراثونية. مجددا رح نعود معكم الى ملعب بيروت البلدي. اذا الاضاءه عادت الى ملعب بيروت البلدي. اللاعبين اصلا هن ما غادروا ارض الملعب هن موجودين على ارض الملعب. الطاقم التحكيمي ايضا موجود على ارض الملعب لمتابعه الدقائق المتبقيه. يعني هيدي حادثه مثل ما ذكرت انه منا جديدة على ملعب بيروت البلد. كانت حصلت من سنتين بمباراة شباب الساحل والأنصار. مرة جديدة المباراة عم تتوقف ولمدة صراحة يعني منا قليلة أبدا. نحن دخلنا على الدقيقة 105 بالوقت توقفت المباراة عمليا بالدقيقة 88.5. كان متبقي دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي من مباراة اليوم. عادت الأنوار وعادت الإضاءة إلى ملعب بيروت البلد. هل سيستعيد الأنصار بهالوقت أو رح يقدر الأنصار يسجل بهالدقيقتين المتبقيتين او انه الراسينج رح يسجل بهالدقيقتين المتبقيتين؟ هذا امر مؤذي للاعبين. توقف المباراه اذا رح تستكمل المباراه من الدقيقه 105 تماما. هناك دقيقه ونصف على نهايه الوقت الاصلي وهناك وقت محتسب بدل عن ضائع امام الفريقين من اجل هز الشباك من اجل الحصول على النقاط 3. التعادل ايجابي 1-1. متابعه اللقاء يعني اذا بتزيد يا محمود ال 18 دقيقه بالشوط الاول هالمباراة رح تتخطى ال 130. طبعا مباراة ماراثونية على ملعب بيروت البلد قد تكون أطول المباريات بالبطولة. هيدي الكرة الأمامية أيضا بتعود لمصلحة الراسينج. علي عثمان بيحاول يمر بعده عم يتقدم بيلعب كرة أمامية. محاولات الراسينج بهاللحظات. دفاع الأنصار عم بيكون حاضر. كريستريمي وينه ما ظهر
بتعود الكرة أيضا لمصلحة الراسينج، بتعود مجددا لعند محمد عطوي. معتز بالله الجنادي بيلعب كرة طويلة. تبديلات أجراها المدرب زوران بيسيتش، كان أدخل محمود كجوك وأيضا برونو. أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع أمام الفريقين. إذا واحد من الفريقين حب يفوز بلقاء اليوم للدقيقة 110، 106 دقائق رح نلعب بعد أربع دقائق لل 110، أتوقع لل 111 لأنه مر ثواني من الدقيقة 107. وهذا التبديل إذا سير سعيد قائد الفريق حسن عمار رح يخرج بهاللحظات. حسن عمار عم يدخل مكانه، إذا حسين عمار هو اللي عم يدخل لمكانه لسير سعيد لمتابعة الدقائق المتبقية من الوقت المحتسب بدل عن ضاع اللي هن أربع دقائق بالتمام والكمال. هيدي محاولة رسنجوية، إنما الحكم يشير لخطأ لمصلحة فريق الرسنج. الكرات الثابتة، شوفوا اعتراضات عم تكون كبيرة من أنس أبو صالح، وبده يشغل باله أنس أبو صالح بالاعتراضات. هناك أربع دقائق على نهاية المباراة الماراثونية اللي عم تجمع الأنصار بمواجهة الرسنج ضمن الجولة التاسعة من بطولة ألفا لكرة القدم. هل الأنصار رح يقدر يفوز؟ هل الرسنج رح يقدر يفوز؟ أو إنه الفريقين رح يكتفوا بالتعادل ويخرجوا حبايب من لقاء اليوم؟ بذكر إنه بالدقيقة 31 تم الطلب من المدرب موسى حجاج إنه يكون موجود خارج أرض الملعب. تنطرد المدرب موسى حجاج، الرسنج عم بيتابع المباراة من دون وجود مدربه على مقاعد الاحتياط. الوقت محمد درويش يعلن عن خطأ لمصلحة الأنصار. على الأتات أصبح موجود بقلب الدفاع. على الأتات بيلعب كرة طويلة، غاب نجم ربيع عطايا عن مباراة اليوم. هل رح يظهر بهالدقائق أو رح يظهر الرسنج بالجهة المقابلة؟ هيدا هو عمر عوايدة، كرة بتوصل لعند ربيع عطايا، كرة طلع عند برونو على الجهة اليمنى. برونو بيحاول المرور، بيحافظ على كرته، ممكن يلعب كرة عرضية، لا بغير رأيه، بيلعب كرة طلع عند ربيع عطايا، بمر ربيع عطايا، ممكن يمر، عنده إمكانات، عنده مهارات ربيع عطايا، أمامه لاعبين، بيتقدم، بيلعب كرة عرضية ربيع عطايا، كرة إلى خارج الملعب ركنية لمصلحة الأنصار. فرصة كبيرة للأنصار بهاللحظات إنه يقدر يسجل. وأيضا تبديل آخر بصفوف الرزينج، مصطفى حسن الأسطوفي هو رح يدخل بهاللحظات. مر دقيقتين من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، متبقي دقيقتين على نهاية اللقاء والنتيجة إيجابية. محمد جعفر هو رح يخرج بمحاولة من المدرب موسى حجاج بأي هجمة مرتدة. بهاللحظات ممكن مصطفى حسن ينطلق لأنه سريع جدا مصطفى حسن. مجهود كتير كبير لمحمد جعفر، وأيضا هدف رائع وذكي لمحمد جعفر صاحب الأربع أهداف بالبطولة. أو هيدي رمية تماس منها ركنية، إنما على طريقة الكورنر تنلعب الكرة لداخل المنطقة بتنقطع، بتعود له كرة أنصارية. كل لاعبي راسك موجودين بمنطقتهم مع عباس عوض، بيقطع الكرة باتجاه جمهور الأنصار. رمي تماس مجددا لمصلحة الأنصار، رح يكون هناك هدف قاتل بهالثواني المتبقية، أو إنه المباراة رح تنتهي بالتعادل الإيجابي. هيدي أمنية الأنصاريين إنه تنتهي المباراة لمصلحتهم، أيضا أمنية جمهور الراسنج اللي عم يتابعنا خلف شاشة الجديد. أيضا مع الراسنج ممكن الانطلاقة، دياجو وسط الملعب يلعب كرة طويلة أمامية خطيرة، ممكن يكون المحاولة مصلحة الراسنج. علي عثمان على الجهة اليمنى، هناك الزيادة العددية على الطرف الأيمن، لما الكرة بتوصل سهلة من المفترض أن يكون سهلة لعلي الحج حسن. التقطها فعلا علي الحج حسن للكرة الماضية، يعني آخر ثواني المباراة. هل رح يكون هناك هدف قاتل؟ هذا السؤال اللي رح نلاقي جوابه بعد أقل من دقيقة. آخر الثواني بهالمباراة، الكرة عند القارحاني بمنتصف الملعب، بيلعب الكرة طويلة للأمام بمحاولة لبناء هجمة، إنما الكرة بتروح لعند برونو. برونو سميث مفترض تلعب الكرة طويلة حاليا، إذا ما أرادوا إنه صناعة فرصة خطرة تكون أخيرة بهالمباراة. عم بنزل إلى ساعته محمد درويش، هل رح يطلق الصافرة أو رح يسمح للأنصار بلعب الكرة الأخيرة؟ مصطفى حسن أيضا وبهاللحظات عم بيعلن محمد درويش عن نهاية المباراة الماراثونية بدوري ألفا لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بين الأنصار والرسنج. إذا المباراة الماراثونية والطويلة يلي انتهت بهدف مقابل هدف، عم نشوف أيضا جمهور الأنصار عم ينزل على أرض الملعب. إذا مشاهدينا الكرام رح ننتقل إلى استوديو التحليلي، ومن بعدها إلى جائزة أفضل لاعب بالمباراة. إذا انتهت على خير هالمباراة يلي شهدت توقفين. طبعا كابتن سريعا قبل ما أروح على جائزة أفضل لاعب، قد إيه التوقف مضر باللعيبة خاصة؟ يعني كل توقف مرتين كل مرة حوالي ربع ساعة.
ربع ساعة كتير انه يوقف ويرجع اللاعب بتبرد العضلة يعني، وفي هواء بالملعب وبنشوف التركيز ممكن ينفقد، عرفتي ربع ساعة كتير فأكيد بضر. إذا فينا نشوف شباب كيف كان التصويت على أفضل لاعب بهالمباراة، مباراة الأنصار والراسينج، 1-1 انتهت، نذكر النتيجة. إذا بالعلامة الكاملة محمد جعفر أفضل لاعب بهالمباراة، عم يأكد تألقه هالموسم. منروح إلى أرض ملعب بيروت البلدي وتسليم جائزة محمد جعفر كأفضل لاعب بمباراة الراسينج والأنصار. إذا مشاهدينا الكرام، نهاية مباراة الأنصار والراسينج، هالمباراة يلي كانت حامية من كل النواحي، أفضل لاعب بمباراة اليوم، خلينا نشوف أصوات الخبراء كيف كان تصويتهم وبنرجع من أجل تسليم جائزة أفضل لاعب. إذن أفضل لاعب بمباراة اليوم هو اللاعب محمد جعفر يلي سجل هدف في الراسينج الوحيد وعادل النتيجة لفريقه، ولكن الجهاز الفني بفريق الراسينج فضل أنه يتم استبدال محمد جعفر قبل نهاية المباراة بالوقت الإضافي من أجل سلامة محمد جعفر مثل ما قال، وظهر محمد جعفر كليا من الملعب ما بقى موجود حفاظا على سلامته لأنه صار في مناكفات بينه وبين جمهور الأنصار، وبالتالي رح ناخذ رأي المدرب المساعد لموسى حجاج ساكو عباجيان يلي هو كان له رأي وهو يلي رح يستلم الجائزة. أول شيء مبروك لمحمد جعفر، ليه أخرجت محمد جعفر قبل نهاية المباراة؟ يعني مثل ما بتعرفوا محمد جعفر لاعب كبير، وخاصة بمباراة اليوم هو أثبت أنه هو من أفضل لاعبين بلبنان. محمد جعفر منه لعيب عادي، مثلك مثل كل مباريات عم بيكون الزلمة بأحلى حالاته، لعيب جاي ليفيد الفريق، وأنت بتعرفوا محمد جعفر جاي من قبل نادي النجمة، أكيد جمهور الأنصار ما حيقبله كهو لاعب نادي الراسينج، بعده هو مفكر حاله أنه هو بعده بنادي النجمة كرمال، لكن كل المباراة 90 دقيقة نازلين عم بيحكوا فيه كلام غير عن الفوتبول كله، ما بدي هيدا كرة القدم فوتبول بلبنان هيك، بتمنى من جمهور كلنا، جمهوري وجمهور كل العالم، إنه يحمي اللاعب، يحمي اللاعب، بس بدنا إياه يحمي اللاعب، وبشكر تلفزيون الجديد. الجديد عنصرية بيكرهوا الأنصار. إذن مشاهدينا لهون ونكون وصلنا لختام النهل، طبعاً نتيجة التعادل 1-1، بعض جمهور الأنصار متوتر، فنهاية الاستوديو عودة لإلك علي. شكرا لك ابراهيم، انا رايي انت تلحق محمد جعفر كمان هلا لسلامتك. اذا محمد جعفر اكيد الف مبروك، نحب ناخذ رايه لكن بنتفهم الظروف. بريك مشاهدينا وبنعود لنحكي عن المباراه. عودة لكم مشاهدينا الكرام وختام هالاستديو حول المباراة الماراثونية يلي جمعت الراسينج والأنصار، يلي كل يلي متابع متذكر انه النتيجة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين. الأنصار رفع رصيده ل 15 نقطة بالمركز الثاني خلف الصفا المتصدر، والراسينج رفع رصيده إلى 10 نقاط. كابتن حسن أيوب، هيك بدقيقة خلينا نلخص كل يلي صار اليوم. الأنصار ما قدر يفوز، تلقى مرة جديدة هدف وعم يقدر يحافظ على نظافة شباكه، والراسينج كان جيد جدا قريب من الفوز لكن تعادل بالنهاية. ملخص حول هالمباراة بدقيقة. الأنصار بحاجة للعمل على المنطقة الدفاعية، السيستم الدفاعي للفريق، مش بالضروري خط الدفاع بس، من كان من دفاعيا من أول مهاجم لوسط الملعب للحالة الدفاعية بشكل عام، يعني من المفترض أنه يعملوا على هذا الحالة لأنه عم تتكرر دائما، ما عم يحافظ على نظافة شباكه، عم بتلاقوا أهداف. ما في مباراة الأنصار طلع خال في مشكله دفاع صح، ما في انه شباكه ابدا، ما في مباراه ربحوا 1-0 او 2-0 او الا ما عم بتلاقوا اهداف فيها. هذه الحاله من المفترض انه يعملوا عليها كجهاز فني وكلاعبين انه يتعاونوا. ما استخدام عنصر اجنبي بخط الدفاع للانصار بين زاب والاياب او ضد؟
يعني بدك تشوف اذا متطلبات الامر بتتطلب هيك على حساب خط الوسط او على حساب المهاجمين. انا برايي انه اذا بتحل هيدي المشكله ليش لا، مع انه انا ما بحب يكون في مدافع اجنبي الا اذا كان على مستوى قيادي عالي. يعني بالنسبه للراسينج، الراسينج بده يوثق ويامن بقدراته، قادر انه يلعب بكل مباراه مثل ما لعب مع الانصار، مثل ما لعب مع النجمه، واحد واحد كمان مع النجمه، انه قادر انه يوثق بلعب، يعني اللاعبين توثق ببعض ببعضها، المدرب يعطيهم ثقه يلعبوا كره قدم، وبيقدروا انه كل مباراه يقدموا افضل من اللي عم يقدموا. اليوم الشوط الاول ما كان بنفس الشوط الثاني، علي مستويهم بالشوط الثاني على حساب الانصار، وعندهم قدرات الراسينج نفترض انه يستثمروها. شكرا لك كابتن حسن ايوب. نحن وياك والمشاهدين نذكر النتائج اللي صاروا اليوم، وشو في مباريات سبت واحد ضمن الجوله التاسعه من دوري الفا لكره القدم. اذا اليوم مباراتين، الانصار تعادل مع الراسينج مثل ما تبعنا 1-1، والاجتماعي خسر على ملعب صغرته بجامعه صغرته الرياضي بالمردشي، لانه تقيم على مباراه يعني بارض محايده، خسر 1-4 من نبيشيت. نبيشيت صار معه 14 نقطه. اذا غدا مباراه واحده رح تكون منقوله مباشره من ملعب صيدا البلد الصفا وطرابلس، مباراه قويه رح تكون الساعه 3:30، والاحد ثلاث مباريات، النجمي شباب الساحل من المدينه الرياضيه، العهد والتضامن صور من صيدا مباشره 3:30، والاخاء الاهلي علي والسلام صغرته ما راح تقام هالمباراه، في مشكله بالمباراه، الاخاء بده يلعب على ارضه والسلام رافض يلعب بحمدون، والامور مش معروف كيف بدها تصير يعني حول هالمباراه، هناك علامه استفهام حول هالمباراه. شكرا لك كابتن حسن ايوب، كنت معنا اليوم بتحليل مباراه الانصار والراسينج، شكرا لك مره جديده. شكرا لك، بتمنى انه دائما نشوف في ارتفاع بالمستوى. نتمنى هذا الشيء، وما تنقطع الكهرباء وتتوقف كل المباريات لاخرها من اولها لاخرها. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، اذا غدا صفا وطرابلس من صيدا البلدي، الى اللقاء.